يا واد حط هناك شويه عند عمك ابراهيم والحاجه. بسم الله ما شاء الله الاكل كتير اهو. يا اختي امي بدنك وانت معصعصه كده. يا نادي اكلي بنتك، البنت ليسه مش عارفه تاكل. قولي يا حبيبتي. حته الكبده والنبي يا سعديه، الواد هشام بيحبها يا رب يخليك. حبيب قلبي ده ياخد كبده، ده مش كبد العجل. يا عم غزال مفيش جريل، مفيش جريل، الاكل ده مش صحي. جبل ايه يا استاذ شعبان؟ احنا عايزين لحمه وسمين. قال لك جبل ايه؟ يا عم غزال مفيش جريل، خلاص بدل مفيش جريل يبقى جبر الذات بلقمه واحده مش هجرح حاجه. انتوا غصبتوا عليا عشان انزل، واديني نزلت عشان اللمه والفرحه والهباب. انما كمان هتغصبوا عليا ان انا اكل وانا ماليش نفس، مش هاكل. الله جرى ايه يا اخوانا؟ ما تسيبوا الراجل في حاله، ما صدقنا نزلناه. يا اخويا كل دي لما تفتح النفس. كلوا يا درويش والاغواصوا في الميغا، ما انتوا خلاص بقيتوا لقمه طريه في بقي اكل ابني الاناضول. النهارده ذبح لكم العجل، بكره يذبحكم واحد واحد ويمصمص فيكم ويشرب دمكم هو وعياله. نو ميرسي، انا قلت انا عايزه عدس. تحت امر حضرتك هجيبهولك حالا. ميرسي. عدس يا ماجي؟ هو احنا في السجن يا ماما؟ ايه انا احبه، ايه مشكله؟ سكواتهم بروبليم. انا احب عدس، احب بساره، احب كشري، في المشكله؟ خالص يا حبيبتي مفيش اي مشكله اطلاقا. وبعدين هي جت عليكي يا ماجي حبيبتي، الموضه اليومين دول الرمرمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا والدي اتاخرت عليكم شويه. هي جت عليك انت يا فؤاد؟ احنا بنجتمع يوم واحد في الاسبوع، مش قادرين تظبطوا مواعيدكم على يوم واحد. والله معلش يا والدي غصبا عني، كان عندي اجتماع مهم جدا وتاخر شويه. معلش. مش انت لوحدك يا فؤاد، انا بتكلم على الهانم اللي عايشه معايا في البيت وبقالي 3 اسابيع ما بشوفش وشها. معلش يا بابا، فريده تعبانه بالذات بعد اللي حصل لها اليومين دول. ايه يعني اللي حصل لها اليومين دول؟ اه قصدك على طلعها من عادل ولا يمكن طلعها من محروس؟ هو في ايه؟ انت ما بقتيش فاضيه بس غير التسخين ولا ايه؟ مش محتاجه اسخن. ايه؟ في ايه؟ هتقضي اليوم في خناق وقدامي كمان؟ انا بصراحه بابا مش قادر اعرف يا مالها ومال فريده يعني. وانت؟ انت مالك ومال فريده؟ كل شويه وكلتك محامي عنها وانا ما اعرفش. هو اصلا في محامي بيدي الاعذار دي؟ ما هي في البيت، ما نزلتش ليه؟ كلنا ورانا بلاوي، ومع ذلك نيجي نتجمع مع بعض. طب انا اروح اجيب فريده، ده كوي بدخل انا اروح. ماجي من فضلك خليكي انت قاعده، كملي اكل. بابا انا مش اكل، هو لسه راح جيب عدس، انا اروح اجيب فريده ده كوي. فريده مون ديو فريده حبيبتي، فريده غريتوا، فريده رد عليا. نورمال بروفيسور. اوكي طمني يا دكتور. والله يا يوسف انا اللي عايز اطمن. تطمن على ايه بالظبط يا دكتور؟ في وعد بيني وبين الباشا بمكافاه خياليه لو تمت المتابعه وكانت ايجابيه. تقصد ايه يا دكتور صفا؟ مبروك يا باشا، الهانم حامل في شهرين تقريبا. حامل صدقتني؟ انا قلت لك انا سامعاهم بيتكلموا جوه السويت بتاعها، فاكر؟ يا شاهين ده، يا شاهين ده خلاص بقى اللي حصل حصل، المفروض نعرف بقى هنعمل ايه في الكارثه اللي احنا فيها دي. اسال نفسك حضرتك، مش فتوى حضرتك برضو ورطتنا الورطه المهببه اللي احنا فيها دي؟ خلوه شرعيه، مكان مقفول عليهم. فضل حضرتك دور لنا بقى على فتوى جديده تطلعنا الفضيحه اللي جايه. لا يا بابا مش عايزين فتاوي من سعادته. انت سمعت الدكتور قال ايه؟ دي حامل يا بابا. خلاص سمعت خربت ودني. المهم هنعمل ايه؟
لازم تنزله. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا هنكفر ولا ايه؟ نبي والله بقول لك ايه، وفر فتاويك دي للحمله الانتخابيه بتاعتك، احنا هنا في البيت. بس 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 بقى، مش عاوز اسمع صوت وتردين. والقصه دي انتوا مالكوش دعوه بيها، لا انت ولا هي ولا حتى يوسف، فاهمين؟ ده جرحي انا. ايوه ده جرحي انا، وانا اللي لازم اداويه. ايه يا فريدة؟ حامل في شهرين؟ كنت بتفكري في ايه؟ ردي عليا، انا عايز اعرف. معرفش، انا معرفش، انا معرفش يا يوسف. وبعدين مش ده قرار الباشا؟ خليه بقى يتحمل نتيجة قراره. يعني ايه؟ انت بتنتمي من بابا ولا من نفسك ولا مننا ولا من مين؟ معرفش، انا معرفش يا يوسف، انا مش فاكره حاجه، يعني مش فاكره ايه اللي حصل. معرفش يا يوسف. طب هتعملي ايه؟ هتخلي البيبي ولا هتنزليه؟ لا لا يا يوسف، مش هموت ابني يا يوسف. يوسف انت افضل واحد فاهمني، يوسف ده ابني، انا بقيت امي. من مين؟ من مين يا فريده؟ محروس؟ محروس بتاع الكلاب؟ فوقي محروس ولا منحوس ولا من الجن الازرق كمان؟ مش مهم يا يوسف، مش مهم مين يوسف، مهم ان انا بقيت ام. انت فاهمني كويس يا يوسف، انا ده ابني، انا ابن فريده اختك، ده ابني انا يا يوسف، ابن فريده، ابن فريده اختك. مش مهم مين الاب، مش مهم. طيب خلاص خلاص، طيب ايه يعني خلاص؟ الحمد لله والشكر لله. الحدث ده يا اخوانا حدث تاريخي. حارة الدراويش نهشت بطن التراكوة واكلت اكبادهم الثمينة، وده تمن بيدفعه كل غريب تطأ قدمه ارض المحروسة. والمحروسة هنا ليست نسبة الى محروس الذي نعرفه جميعا، ولكن المحروسة هي مصر، مصرنا المحروسة. الله 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 صح يا وزة، مصر مقبرة الغزال. اسمها مقبرة الغزاة يا جاهل. لا لا بالعكس يا شعبان، فايبريشن جابت تايهة. مصر مقبرة الغزال يا ابراهيم. الناس لسه ما هضمتش اللقمه، تقوم تديهم درس في التاريخ؟ يا اختي ما تسيب الراجل ينفس على روحه شويه، انت على طول كده قاعده على الواحده. هناك دي النسوان، ده هو اللي بيطفش منكم الرجاله. لا الله هو اكبر، واحنا نقدر نستغنى عنهم؟ قول يا اخويا، قول للصبح واحنا لسه معاك اهو، قول. ولا مقاطع فيا في القعده الحلوه دي غير انها من غير محروس. محروس مين يا اختي اللي وجع قلبك؟ ده عايش في المغة دي ليل ونهار وبيقال عن اليوم اللي شافنا فيه. لم لسانك يا حوده، لم لسانك واخلص. ضفر محروس اللي بتتكلم عليه ده يعمل عشرة من عيانتك. عيب يا حوده، ما تقولش الكلام ده، ما هو ابوك بيروح يقعد هناك بالشهرين والتلاته. محدش بقى قال انه باع اهله وعايش في المرمغه؟ خلاص بقى يا اخوانا، صلى على النبي بقى، انتوا هتبوظوا اليوم الحلو ده عشان خاطر سي محروس ده بتاعكو. صح، انت عندك حق يا استاذ شعبان، مش معقول يوم عظيم زي ده يبوظ عشان واحد ما يستاهلش. اعوذ بالله من غضب الله. ابن حلال يا شيخ سيد، خش بسرعه شق ريقك بلقمه هنيه. ما هو عشان انا ابن حلال ما ينفعش ادوق السحت واكل حرام. حرام؟ حرام ايه يا شيخ؟ غير ايه يا مولانا؟ هو في ايه؟ انتوا ما حرمتوش من العلقه القديمه اوام حنيتوا للخطب والفتاوي وسم بدن الناس؟ بالعكس، احنا جايين نطهر بدن الناس من السم اللي بياكلوه. لا 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 لا، بقول لك ايه، اوعى تصدق نفسك وتحيل الاشتغالات زمان. خلاص يا مولانا، البقين دول راحوا من زمان. لو انت الفرق لسه بيلعب هقطعهولك. بقول لك ايه، بس يا حوده، خلاص يا اخوه، خلاص يا حوده، اتفضلوا.
وياك اسمع صوتك. خلاص اتفضلوا. خلاص اتفضل. عادي. على فين يا سيدنا الشيخ؟ ما تقلقش يا اخ وزة، احنا زي ما انتوا عارفين ناس مسالمين وما بنحبش ناس حد. انا بس عايز اسمعكم كلمتين عشان تهدموا السم اللي كلتوه. اتفضلوا اقعدوا يا جماعه، واقفين ليه؟ فاتفضلوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. القصر اللي انت عايش فيه ده اكبر ازمه. تيموريا كان يا محروس اللي مشغلك عنده ده اكبر سفاح جابته مصر من 50 سنه. سيبك من العصابه يا محروس، فكر وجودك هنا بيساعد الناس قد ايه وبيحميهم. استاذه قصد كل انا مجرم؟ انا مجرم وشغال مع الناس دي؟ تقلي حضرتك اه؟ انا شغال مع الناس دي في اي مصايب بقى؟ مخدرات، سلاح، اللي تحبيه. كده جه الكلام الجد. صلي على الشفيع الزين. فينك من زمان يا الكلام اللي ايش في العليل؟ يا سيدة يا سيدة مش شوعي الأيدة، اختي الحسن واختي الحسين يا بنت أطهر وليدة. يا سيدة يا سيدة يا أم الشموع سيدة. سبح. وهو ده محروس أبو خطوة. محروس أبو خطوة اللي انتوا بتتحسروا عليه وبتتباكوا على غيابه. محروس بلطجي ومجرم وتاجر مخدرات. اخرس قطع لسانك. جرايه سعدية، هو انت اتطردش ولا ايه؟ ما احنا كلنا سامعين صوته. ده ملعوب وربنا ملعوب، دي اشتغالة. معلش انا عارف ان الصدمة شديدة عليكم، بس دي الحقيقة. وبعدين الراجل مغلطش يا اخوانا، الراجل رجع لأصله، رجع للناس اللي مشغلين. ومين هم الناس اللي مشغلين؟ تيمور باشا يكن اللي بيطفحكوا السم دلوقتي. تيمور باشا اللي عايز يشتريكوا بشوية ملاليم عشان ابنه نازل الانتخابات عن دايرتنا دي. يبقى الفيلم فيلم انتخابات وانت جاي تصطاد في المية العكرة. ملاش فيها يا استاذ، ملاش فيها. احنا طلعنا السياسة والحمد لله. انا بس جاي اوعي الناس وافوقكم. بكرة هيشتري اصواتكم قدام اللجان الانتخابية باللقمة اللي كان بيطفحها لكم. ولو اللقمة دي ما طمرتش فيكم هيزلكوا بأسرار بيوتكم اللي كان بيبلغها له محروس الجاسوس اللي كان بيشتغل عليكم. انت راجل وطي وكداب وعايز الحرق كمان. محروس ما يعملش كده. مسامحك يا اخت عواطف، ومقدر اللي انت فيه. ما انت لازم تدافعي عنه بعد لما فهمك انه هو بطل وانقذك من ولاد هارون. مش ممكن. ايه اللي بتقوله ده يا شيخ سعيد؟ هارون ايه وزفت ايه؟ احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ يا اخوانا عواطف دي مسكينه، واتضحك عليها. اتضحك عليها نظير تمثيلية عملها محروس مع أولاد هارون. التمثيلية كان اتفاق ما بين محروس وهارون إن هما يخطفوا عواطف ويودوها الخرابة، وبعد كده يظهر هو في الآخر عشان ينقذها في الوقت المناسب زي بتوع السيما بالظبط. وطبعا الغلبانة صدقته وراحت تشهد تاني يوم في القسم عشان تطلعه، بس ما كانتش تعرف إن الباشا بتاعه كان هيخرجه في نفس اليوم ويمسح القضية كلها. مش كده ولا إيه يا أخت عواطف؟ أنت ابن كلب وحيوان ومواطن وما فيكش عرق رجولة. يا زبالة يا زبالة الشوارع يا البامة يا كداب يا واطي. بس يا واطي اوعي سيبيني. انت راجل كداب والكلام ده ما حصلش. انا اختي دي ما حدش لمسها. بس يا واطي كفايه اوعي سيبيني. بقول كفايه لغايه كده ويلا بينا. يا راجل يا كداب يا واطي. انا الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يما يا ظلمة. بس يما كفايه فضايح لغايه كده. يا نهار اسود، انت ليه عملتي كده يا سلمى؟ هو ايه اللي حصل يعني؟ وبعدين انا ما كنتش ضامنه اشوفه تاني فسجلت له. انا اقصد ليه قطعت التسجيل ومنتجتيه بالطريقه دي وسلمتيه لسيد التهام زي ما انا دلوقتي سمع له الناس كلها؟ لا مش بس كده، اهل الحاره بيكلموني بيشكروني على الهديه اللي انا بعتها له. حرام عليك يا سلمى، بجد حرام. هو ايه اللي حرام؟ وبعدين هو مش حرام عليه اللي عمله فيا؟ يطردني من الاوضه ويقول لي كلام يوجع القلب؟ وبعدين انا ما جبتش حاجه من عندي، ده كلامه وده صوته. لعبتي في المعنى يا سلمى مش في صوته. الراجل ما كانش يقصد يأذي حد. هو في ايه؟ خلاص كلكم بقيتوا ملائكه وانا الشيطانه الوحيده؟
يا حبيبتي ما حدش يقصد كده خالص. وحتى لو انا موافقه بدور الشيطانه، خليكم انتوا بقى الملايكه اللي الشهامه ملياكوا والجدعنه وتقوا شري بقى. راحه فين يا سلمى؟ في 60 داهيه، في 60 داهيه. ولعلمك بقى موضوع يوسف يا كان ده هنفذه فورا. شر بشر بقى وزي ما تيجي تيجي. انا بجد متضايقه قوي يا فندم. انا عارف الشين، عارف ومقدر، عشان كده جيت لك لغايه عندك. خدي بالك انا ما بروحش لاي حد من المحامين بتوعي هنا في المكتب لغايه عنده. انا عارفه يا فندم، والله ده شرف كبير ليا. طب اقعدي. لا ما يصحش، طب حضرتك اقعدي. اقعدي يا شيخ. انا دماغي هتنفجر وهتتجنن، دمي بيغلي، مش عارفه ازاي ده حصل. انا برضو مش قادر اصدق. يكونوا لعبوا في التسجيلات عشان يعني تطلع بصوت محروس. يا فندم انا متاكده، متأكدة إن الموضوع كله ملعوب كبير، لكن حضرتك مش هي دي المشكلة. أنا عارف. أنت مشكلتك في الشوشرة اللي حصلت علينا. وأنا حضرتك، أنا كده اتدمرت. أنا من ساعة لما بابا حكالي اللي حصل في التليفون وأنا مش عارفة هرجع بيتنا تاني إزاي. الناس صدقت اللي سمعته ومستنيين يشوفوني أنا ومحروس. بصي يا شيرين، أنا يا فندم أرجوك، أنا عارفة إن حضرتك نازل الانتخابات الجاية عن دايرتنا في السيدة، وده السبب اللي شغلتني علشانه. كل الموضوع ان حضرتك قررت انك تبتدي الحرب بدري قوي عن ميعادها، لكن هيحصل وكلام التهامي هيبقى حقيقه. برافو يا شيرين، برافو عليكي. انا عشان كده ما كنتش قلقان من عدم خبرتك لما شغلتك. اهو ذكائك ده لوحده كفايه. بس للاسف انتي ما شغلتيش ذكائك ده غير معايا انا بس. ما عرفتيش تشغليه مع اهل الحته. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني الناس بتنسى يا شيرين، بينسوا بسرعه قوي. ممكن يكونوا لسه واكلين، بكره الصبح هيكونوا نسيوا. نسيوا هما اكلوا ايه اصلا، وعشان كده هما صدقوا الراجل ده وشلته، مع انهم قبلها بيومين لسه كانوا بيشتموه في الشارع. هو مش حضرتك كنت من الشلة دي برضه؟ لا لا لا، دي حسبة تانية مالكيش دعوة بيها، سيبيها على جنب. أنا اللي يهمني دلوقتي إنك تاخدي بالك من نفسك وفي مستقبلك. أنت عارفة إن الناس اللي أنت قلقانة منهم دول برضه هينسوا وهيرجعوا لك ساعة المصلحة. ولحد لما ينسوا يا فندم هعمل إيه أنا ومحروسة أبو خطوة؟ تختفي لك كام يوم. انت تطلعي اسكندريه. اسكندريه؟ انت مش كان نفسك تشتغلي بجد وتمسكي اوضي بجد؟ اكيد. خلاص يبقى تقولي لباباكي انك نقلتي على فرع اسكندريه، وانت هتقعدي هناك في شقه حلوه قوي على البحر ومجهزه مع مجاميعه، وكل شهر تبعتي لهم مبلغ محترم جدا وهما يدعوا لك عشانه. ما تفكريش يا شيرين، العرض ده ما بيطلعش لأي حد، بس أهم حاجة السرية ومحدش يعرف إنك مسافرة، وبالذات رجاء. على إذنك. الو، كلمتني؟ ايه في ايه بس؟ والله زي الزفت يا شوشو، المشايخ بتوع الدايره عندي ضربوني في مقتل، منتجوا الكلام بتاع الواد محروس وخلوه بيقول عني كلام زي الزفت. يا دي النيله على محروس وقرف محروس. مش ابوك قاعد في وسطينا؟ يشرب. يشرب ايه؟ يشرب ايه يا شوشو؟ ما انا اللي هشرب. بقول لك ايه، بأي طريقة كانت لازم تطلعي أخبار جديدة وتطلعي حملة جديدة تحسن من منظري، كده مش هينفع. بقول لك إيه؟ إحنا شكلنا هنضطر ننظف صورتنا كلنا. أبوك كده شكله ناوي على مصيبة، مصيبة. مش عارفة. بيلعب لعبة خطيرة جدا يا فؤاد. ممكن تقضي علينا كلنا. أنا عارف. هكلمك تاني يا شوشو. باي.
حامل؟ هتخلفي لنا جربوع عشان يورث في ابني انا؟ ده انا اقتلك. انا مين؟ اخس عليك يا باشا. اوامر ستني كده؟ انا دلال، دلال بتاعت السيده اللي جيت لحضرتك القصر. توك ما افتكرت، ده انا والله العظيم ما نسيتك ابدا. طبعا جبت لك اللي طلبته بالملي كمان. اجيلك؟ طبعا، وانا يعني هخاف من ايه؟ مسافه السكه وهكون عندك. مع السلامه. مع السلامه. اتفضلي يا ست دلال. تشكر يا اخويا. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اتفضل. امال لما اقصى يعني هو الباشا فين؟ موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. قضيتني يا باشا. انت شفتي عفريت ولا ايه؟ لا، وعفريت ايه ولا عفريت ولا حاجه. يعني مش عايزه اكون معطله سعادتك عن الشغل والاجتماعات والحاجات. لا لا لا، انت بالذات تعملي اللي انت عايزاه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اقعدي. شكرا. شايف خروف؟ شايف الحريم البلد الصح؟ مش النسوان الكسر اللي بتجيبهم لي؟ لا العظيم ما حصلش. خلاص انت هتقعد ترغي. انا حبيت بس اعلم عليك، استاذك الامريكاني بيعلم عليك ويعرفك الفرق. اتفضل يا استاذ، ما تدخلش حد عليا. حصل يا باشا. ايه القمر ده؟ الله يخليك يا باشا، والله يعني انا اعرف ان في الهيلمان ده كله كنت نزلت الموسكي جبت فستان زواتي كده ولا حاجه. الموسكي؟ الله، ده اكيد هيبقى حلو قوي. انا قلت اجي عدي على سعادتك لان اديت لسعادتك كلمه وما ينفعش ارجع فيها. وانت اكيد ما بترجعيش في كلامك خالص، صح ولا ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ ورقه اللي فيها اسامي الناس الغلابه اللي عندنا في الحاره اللي قلت لسيادتك عليهم. معلش والله نسيت، انت عارفه الواحد بيفكر في حاجات تانية خالص. لا ولا يهمك، هو الورقه دي مكتوب فيها اسامي الناس اللي في الحاره عندنا نفر نفر. انا يعني مش عايزين نتقل على سعادتك يعني. لا تقلي تقلي براحتك، انت اعملي اللي انت عايزاه. هو في ايه سعادتك يعني حضرتك وغوشتني؟ لا مفيش اي حاجه خالص، احنا تمام. لا طبعا مش تمام كده، لا مؤاخذه يعني عوق. وبعدين لو سعادتك يعني فاكرني عيله بتفرتين ولا واحد ست مكسوره الجناح، لا تبقى حساسيتك غلطان خالص. انا ممكن اعورك واخش فيك السجن على فكره. الله، حلو قوي كده. انت بتحفظي الكلام ده ازاي وبتجيبيه منين؟ وايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ لو سمحت انا عايزه اروح. طب بالراحه بالراحه يا سيدي، انا هفرجك على المكتب بس. مش لا شكرا، مش عايزه اتفرج على حاجه. شكرا، لا ربنا يخليك لو سمحت. بالراحه بس. ازيك يا شوشو؟ يخرب بيتك شاهين ده؟ طب انت فين دلوقتي؟ يعني ما حصلش حاجه؟ انت تمام يعني؟ طيب وقعتي قلبي يا شيخ. يلا انا مستنياكي. باي باي. ده انت حالتك بقت صعبه قوي. عيش اكل الخدامين بقى مرضي. ايه بيقولك دليفري على المكتب دلوقتي؟ انا حر، وبعدين محدش يقدر يمسك عليا غلطه الا تيمور ياكل بس. طب يا اخي يعني مش لازم يبقى الموضوع مكشوف قوي كده قدام الموظفين اللي داخل واللي خارج. لوكس باد، خبيها. بقول لك ايه، اللي يعرف يمسك عليا حاجه يمسكها. قلت لك مليون مره، ثقتك في نفسك دي هتوديك في داهيه. There's always a first time. هتقع يا يوسف. There's always a first time for everyone and everything. ولا ايه؟ ولا انت شلتي نفسك من الموضوع يا شوشو هانم؟ ما بنتفقش خالص، بس لازم نتفق في الموضوع اللي انا جايه لك فيه ده. اللي هو ايه؟ ابوك. ماله تاني؟ شكله كده هياخد قرار زي الزفت علشان يداري على كارثه اختك مع محروس الزفت. حامل؟ حامل ازاي يا باشا؟ ومن مين؟ انت مجنون؟ مجنون يا عادل؟
أكيد أنت مجنون. أنت ناسي إنها اتجوزت جوازة شرعية عشان تقدر ترجع لك؟ يعني حصل. اللي كنت خايف منه وسعادتك اتريقت عليا فيه وكدبت إحساسي حصل يا باشا. والكلب اللي أنت ضمنته بنفسك خدعنا كلنا ونهش في مراتي. عادل. ما تنساش نفسك. امسك أعصابك واهدى عشان نعرف نتكلم. أمسك أعصابي؟ هو أنا بقى فيا أعصاب؟ دي فريدة يا باشا. فريدة هانم سليلة البشوات. اللي دوقتني أنا المر علشان ترضى عني. تروح ترمي نفسها الجربوع زي ده وتحمل منه. وتقول لي أمسك أعصابي. وفريدة هانم دي يا عادل بيه مش برضه ست؟ ولا كانت عروسة خشب؟ يعني إيه ست يا باشا؟ يعني ست؟ أفهمك إزاي يا عادل؟ ست، ست يا راجل. ولولا إنها هانم وسليلة البشوات زي ما أنت بتقول، لولا إنها استحملتك وسكتت عليك المدة دي كلها. عادل قول لي، يا البنت اللي أنت كنت متجوزها قبل ما تناسبني كانت عملت إيه معك؟ افتكرت. مش دي برضو هددتك بقضية خلع بعد الجواز بأسبوع واحد؟ أيوة، بس أنا يعني أنا أكدت لسعادتك قبل كده كذا مرة إن كل الدكاترة قالوا لي إن أنا ما عنديش أي موانع طبية تمنعني عن الخلفة، وإن الموضوع كله مجرد حاجات نفسية يعني. ولا حضرتك بتعايرني عشان أنا ما بخلفش؟ لا يا راجل، عايرك؟ لا عايرك إيه؟ حاشا لله إن عايرك. أنا بس بفكرك، وبفكرك كمان إن فريدة ما استسلمتش ولا رمت نفسها لحد غريب، لا، ده جوزها. أوكي، حتى لو ضعفت، حتى لو الكلب ده غواها تحت أي مسمى يا باشا، إحنا دلوقتي واقعين في مصيبة كبيرة. يا فين المصيبة دي؟ فين المصيبة؟ فريدة بنت سعادتك حامل من محروس أبو خطوة بتاع الكلاب. يا راجل، معقول اللي أنت بتقوله ده؟ لا يا عادل، لا. قولي، محروس أبو خطوة ده يعرف الحكاية؟ أبداً. في حد في الدنيا دي كلها يعرف اللي حصل ده غيري أنا وولادي، ومش كلهم كمان؟ إيه ده؟ يعني حضرتك تقصد إن فريدة تحتفظ بالحمل ده ويبان كأنه مننا؟ يا ترى عندك فرصة أفضل من دي تكمل بيها حياتك وصورتك وسمعتك؟ أيوة يا باشا، بس أنا أنت راجل دبلوماسي عادل بيه، والدبلوماسية دي لغة الفرص والمصالح. ولا هي الخارجية عينتك بالوسطة والكوسة وطنشت الكفاءة؟ لا أبداً، بس يعني حتى لو أنا وافقت بالوضع ده، يعني ده هيحصل إزاي؟ فريدة لسه لها شهر في عدتها تقريباً، كده هي حامل في شهرين. كده بقى أنت هديت وعاوز تتفاهم وأنا أتفاهم معاك. عادل قولي، أنت مش قلتلي إنك عندك شغل في كاليفورنيا؟ أيوة تمام. اتكل. كاليفورنيا وأنا أروح أعمل إيه هناك؟ يعني اعملي أي حاجة، فسحي، اعملي شوبينج، انزلي البحر، المهم لغاية ما تخلص عدتك، بعدها ترجعي لعادل بعد جواز رسمي في السفارة. أرجع لعادل؟ أرجع لعادل إزاي وأنا حامل من واحد تاني؟ ما حصلش. هو إيه اللي ما حصلش؟ لكن هيحصل بعد ما تتجوزي عادل بورق رسمي وتقعدي هناك وتولدي وترجعي بالسلام. أقعد هناك لغاية ما أولد؟ يوسف هيسافر معاكي، وأنا ليا هناك بدل الواحد ألف، هيساعدوني في إنهم يأيدوا البيبي في ميعاد مناسب لرجوع عادل ليكي. مش هرجع لعادل يا بابا، مش هيحصل، ولو مش عاجبك الكلام ده اقتلني وريح نفسك. وقتلك ليه؟ انا حاطط البيبي اللي جواكي،
عشان نرتاح كلنا. انت عايز تقتل ابني؟ مدام سعادتك مصممه تكتبيه باسم خدام الكلاب. خلاص نقتله عشان نرتاح من الفضيحه والعار اللي حيزقوا فينا العمر كله. جرايه فريده، مش انت اللي قلتي اهم حاجه في الدنيا ابني ومش مهم مين ابوه؟ قلت كده ولسه بقول كده، ويتكتب باسم اي راجل الا عادل زفت ده. خلاص يا فريده اسمعي الكلام بقى، فيه ايه؟ في ايه انت يا جو؟ تحايل عليها ليه؟ تحايل عليها ليه؟ لا بدل ما تحمد ربنا ان انا قلت لها حسابي معاكي بعد ما تقوليلي. هو لسه في حساب اكتر من كده؟ واشمعنى انا بس اللي بتحاسب؟ ليه ما حسبتش الكلب واللي عمله معايا ده؟ عشان كلب. كلب. كلب مخلص لاصحابه. تعال هنا يجري ويهز ليله. اقعد يقعد. نام ينام. تعطي له أكلة شهية قدامه وتقول كل ياكل وينهش من غير ما يفكر. كل يلا نرجع على الأم. أبا ميرسي ميرسي بوكو مهروس توتا كتير مبسوطة فسحة دي. ده هي والله ست توتا دي ستهم كلهم، بس هي يعني ايه حيية شوية، نفسها تقول لك انها عايزة تتجوز بس مكسوفة. ميرسي بوكو مهروس. مهروس الله عندك حق، تصدقي بقى هم كانوا فعلا لازم يسموني مهروس. لا فسط كل مهروس خد بكشيش. ياخد عدويني كاست كل على ايه بقشيش وايه لازمته على متشكرين خلقكم ساب. بوكو مهروس انت غريب، ليه مش خد بكشيش؟ يا استكل الموضوع مش مستحمل يعني، اولا ده شغلي وباخد عليه مرتب والحمد لله زي الفل، والباشا يعني مش مخلينا نحتاج اي حاجه، وانتم يعني جمايلكم علينا ومغرقانا، فمش لازم يعني بعشيش وتركبه فوق دماغنا كمان. يعني مهروس كل شغالين هنا خد مرتبات كبيره، بس خد بكشيش حتى ملاحظ. ها ملاحظ مش عامل لي اي حاجه من غير بكشيش. لا ما هو زي ما هتقولي حضرتك كده، ايه هي يعني على حسب ما النفر اتعود، والطبع برضو ايه يغلب التطبع يعني. في ناس بتبقى نفسها عزيزه وفي ناس زي ملافظ دي ولا بتاع حاجه دناوت نفس بعيد عنك. مش فاهم حاجه، بس مهروس انت ليه مش اسال على ملاحظ؟ انت مش كنت احبه برضو؟ حضرتك انا بحب كل مخاليق ربنا، من النمل للنحل للدبور للفروخ كله والله، انما ملاحظ يعني زيها زي يحبها زي اختي يعني، يحبها زي بنت اختي. نو مهروس هوب يعني هوب راجل ست ولد بنت؟ لا حضرتك ولا ولد ولا بنت ولا شايب حتى، انا الحمد لله كده ومستكفي وقدر الله ما شاء فعل، وهي مره يعني مرة اللي اتصيت في دماغي كده وقلت اعمل زي الناس كلها واسمع بقى اسمع من عطرة ام كلثوم يعني وكده، بس الحمد لله جت سليمة وربنا يعني زي ما تقولي كده ايه طصني كده وفوقني، يعني زي ما تقولي دوقني مرارها قبل ما ادوق الشهد بتاعها يعني. يعني انكشف وش قبل غش. ايه ده اللهم صل على النبي، ده احنا ايش بنقول امثال كمان. ايه مهروس انا اعرف امثال مصري كتير. والله انت ست الكل والله. لا ودلوقتي يقول لك ايه كمان، يقول لك انت جامد عشان جامد ما خدش. فلوس. تعالى ازيك يا فريد؟ مرجيت بعد اذنك عايزه مهروس شويه. داكور مهروس، ممكن بكره فسح توتا كمان مره؟ عينيا ليك يا ستان. يا سلام. ميرسي بوكو. اميره طيبه حلوه من جوه ومن بره. هي مارجريت بقت ست هانم، وانا بقى فريده من غير القاب. الله، هو في برضه تكليف بين الراجل وطليقته؟ طليقته. مش هي دي الحقيقة؟ هي دي الحقيقة ولا مش دي الحقيقة؟ ولا هي يعني كلمة الحق لما تطلع من محروس تقف في الزور؟ احنا لسه حتى ما خلصناش العد. وهنسى كان على الألقاب بس الكل. أنت اللي مسحتيها مش أنا؟
عندك حق. أنا اللي مسحت الألقاب، وأنا اللي قصرت المسافة اللي بيني وبينك، عشان كنت فاكراك راجل تقدر تحميني. إديتك فرصة إن أنت تتخلص من العبودية اللي أنت فيها، بس للأسف طول عمرك عايز تعيش دلدل أسيادك. يا أنت لسه على الأسطوانة دي؟ والله هقوم ياخدوها منك كده طالما هي شغالة جامد كده، واعملوها مهرجان. أما سيدنا العبد يعدي يبقى كله لازم يهدي. خلصت؟ لا لسه استنى. الدلدول عندنا في عرض العبيد يا استاذ بيتقال على الراجل المؤاخذة اللي هو بيبقى ايه شرابة خرج للمرأة المؤاخذة يعني. فايه تقول له روح روح تعالى تعالى ها تدلد عليه بقى شوية حنية يقوم هو ايه يبقى كده مريض ويدلدل ودانه ويدلدل لقيته لمؤاخذة يعني ها ويصدق ان هو عبد الحليم حافظ لحد ما تاخد غرضها منه وترميزها للباغي. ده الدلدول. هتندم يا محروس، هتندم وهتبكي بدل الدموع دم على فرصه ضيعتها في حياتك، لكن للاسف عايز تفضل رخيص طول عمرك. كل اللي يصيبنا الا ما كتب الله. بيفكرش فيا؟ ما جيتش في باله انا كده خالص خالص؟ هو قال ما لاحظ انه حبك زي اخته حبيبتي. اخته؟ اخته ده ايه؟ خيا لما تلحفه البعيد. طب كداب بقى وربنا. علشان عشان هو كده بيبصبص لي وبيعاكسني كده في الرايحه وفي الجايه. وعينه راشقه فيا كده زي طلقه النار. ملاحظ انت قول الكلام ده ليا انا؟ انا عجناكي خبزاكي مربياكي على ايدي. يا استهانم بقى ما تسميش بدني بقى وسيبيني في اللي انا فيه. الله يخليكي. يعني انا استنى 3 شهور جواز وطلاق ونيله سودا وفي الاخر يقول لي حبيبتي انا مش سم بدنك حبيبتي، انا عايزاكي فوق ملاحظ، مش عايزاكي اضحك على نفسك تاني، مش عايزاكي اغمى عليكي تاني. ها يا ريت يا ريت يا استهانم يغمى عليا كده وغمى طويلة ما أمشي منها لحد ما أموت. بعد الشر حبيبتي، ليه فول على نفسك كده؟ علشان أنا تعبت مش عارفة أنا رايحة فين في الدنيا القاسية دي. قاسية؟ أنا قاسية عليكي ملاحظ. لا 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 يا استهانم، وكتاب اللي مقصود أنت ده حضرتك يعني اللي واخدة حسي ومهون عليا وحدتي. بس أصل أنا جيت هنا بنت 15 سنة على قد فرتين على كتفي ورجلي طايرة في الهوا. كنت فاكرة إن أنا داخلة الجنة ونعيمها، فرحانة بالعز والأكل واللعب. ما كنتش عارفة إن أنا هيجي عليا اليوم اللي لازم أنا أفك فيه ضفايري وأبص لروحي في المراية واتمنى الراجل اللي ياخدني في حضنه ويحاجي عليا ويسددني ان شاء الله حتى في عشه صغيره. قد كده انا كنت عاميه؟ قد كده انا مش عرفت اشوفك؟ كنتش عارفه اتصور انك عايشه معايا نفس حبسه نفس وجع نفس عذاب. لا يا استهانم، ما انتي معذوره برضه يعني. لكي حق ما تشوفينيش وتشوفيني انا ليه يعني؟ انا ايش اكون؟ ده انا عده خدامه، ما يصحش افكر واحس زي بقيه البنات واتطفس واخرج من توبي. نوم ملاحظ، انت ست البنات بس لازم افكر صح حبيبتي. انت كده عايزه عريس بس، انت مش حابه محروس. لازم احب الاول بعدين فكر جواز. هو انا لا يا قلت لا؟ هو مين ده اللي هيشوفني ويحبني وانا مرزوعه في المخروط ده ليل ونهار؟ هيحصل حبيبتي هيحصل، صدقيني. انتي حلوه صغيره عندك بربور. بربور؟
في ملاحظ مش مثل قول ام بربور مش تبور. عشرة شعبان، عشرة بعد العمر اللي قضيته في المعتقلات، بعد ما ضحيت ببيتك وعيالك عشان مبادئك وشعراتك عشان وطنك، تقبل رشوة ومن مين؟ من ولاد التراكوة تقبل رشوة انتخابية؟ يبقى تستاهل، تستاهل قسوة بنتك عليك، تستاهل طريقة الناس عليك، تبيع نفسك بغدوة. يا يبقى تستاهل يقول عليك شعبان غيبو. تستاهل، شفت يا شيكا؟ اهي ضلمت، كفلقت على الاخر، اسودت على الحارب اللي فيها. ايه بتقول ايه مش سامع؟ حكومه عره؟ وانت كل ما حاجه تحصل تشتم في الحكومه؟ لا يا شيكا، لا، النور اطفى في قلوب الناس قبل ما يطفي في عيونهم. اسكت، مش محروس ابو خطوه طلع بلطجي وحرامي وتاجر مخدرات. ايه مش مصدق؟ يعني انا بكذب؟ ليه مش مصدق؟ قلبك بيقول لك كده؟ احساسك ملعون ابو القلب على الاحساس. وقلبك بيدق لمين؟ للي ما سالش فيك 5 اشهر. دنيا واطيه، ما تتعش، ما تبقاش تتعشم فيها قوي يا شيكا. اهو صاحبك اهو رماك بطول دراعه. اسكت بقى، اسكت، اسكت بقى، ارحمني بقى. الله. لا يا حنان، محرز ما تضحكش عليا. محرز ودو منيل، انت عايزه ايه تاني اكتر من اللي سمعتيه بودانك كلها قدام الحارة؟ حارة ايه؟ سمعته من مين؟ الشيخ سيد السني اللي كان عايز يشتريني انا بورقه عرفي، اللي كان عايزني اروح اقابله في شقه مفروشه ويرميني بارستين اصرف عليكم منهم. اللي انت بتقوليه ده يا تيفا؟ الشيخ سيد قال لك كده؟ اسكت انت، عوض مش ناقصك. ان شاء الله يكون مش شيطان نفسه. انت اللي قال وافتكري اللي اتقال يا عواطف. كلام الشيخ سيد موزون ويتصدق، انما اللي عمله معاكي محروس هو اللي ما يتصدقش. ليه يا حنان؟ ما يتصدقش ليه؟ هو محروس اول مره يساعد حد في الحاره؟ لا يا عواطف، انت اللي اول مره حد يمد ايده عليكي ولا حد يتعرضي. 5 سنين بتتنططي في كل حته ما حدش لمى الشعره منك، اشمعنى دلوقتي؟
وازاي اثرتي محروس في نفس الدقيقه وهو مرمي عند ابن الباشا بالعشر ايام وحتى مش جاي في اجازاته؟ قدر ربنا يا بنتي، قدر ولطف. لا يلا مش قدر ربنا، دي لعبه ابن الباشا مع محروس، والباشا هو اللي رسمها له عشان يعملوا بطل قدام الحاره. وطبعا البطل لازم كلنا نسمع كلامه، ويوم الانتخابات يجرنا وراه عشان نختار الاسم اللي هو عايزه. انتخابات ايه؟ انتخابات ايه؟ انا مالي ومال قوم بالانتخابات؟ ما هو ده الفيلم اللي اتعمل عليك يا غبيه، واللي كملته الاستاذه شيرين لما جت خدتك من ايدك عشان توريك الباشا بتاعها وهو بيطلع محروس من القضيه، قال يعني مش عايز يفضحك. انت عايزه احنا؟ انت عايزه مني ايه؟ فهميني. عايزه اقول لك ما تبكيش على حد يا عواطف، احنا اتفضحنا، اتفضحنا قدام الدنيا كلها عشان واحد واطي وما يستاهلش. واذا كان على الفلوس اللي الباشا بتاعه بيبعتها هناخدها وهناخد غيرها كمان، بس مش هنمشي ورا حد تاني زي العبيد. كفايه كفايه كلام ملعون. ابو الفلوس على التوك توك، على محروس، على ابو الحاره دي كلها. يا لهوي، الفلوس راحت فين؟ ابراهيم الحقني يا ابراهيم، انا حاطه الفلوس بايدي في الدولاب تحت الهدوم. الفلوس خلاص راحت. يعني ايه؟ اللي فضل من الفلوس اديته الجلال يرجعه لاصحابه. يا خبر اسود ومنيل، يعني المشوار اللي انت نزلته في الضلمه كان عشان كده؟ انت اتجننت يا راجل انت؟ لا عقلت وعقلي رجع لي خلاص. الظاهر ان الضلمه بتبين للبني ادم الحقيقه. حقيقه؟ حقيقه ايه يا ابو حقيقه؟ يعني تخرب بيتك بايدك وتجوع عيالك وتقول لي حقيقه؟ امال اكل ولادي بالرشوه؟ اكل ولادي بالحرام؟ مش كفايه الاكل اللي احنا اكلناه في الحاره وفي الاخر يقولوا ده بتاع الجمعيات الخيريه وهو الله اعلم مصدره ايه؟ يا اخويا احنا بنطفح السم الهاري بالحلال وقربنا نموت بالجوع. مش عارف انا، بس انت ناقصك ايه؟ فرج وفلوسه راحت له، ومعاكي مصروف البيت 3 اشهر، عايزه ايه تاني بقى؟ عايزه ايه؟ هو احنا واقفين على فلوس فرج ومصروف البيت؟ يا راجل حرام عليك، دول العيال اتكسحوا في مشاوير المدرسه، ده احنا لحد دلوقتي مش عارفين نجيب لهم جزمه. ان شاء الله ربنا هيفرجها، وربنا هيسمع دعايا، لان ربنا عارف ان انا سمعت كلامه. وربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بابا النور شكله مش جاي لي ليلتي، هتشرح لنا ازاي في الضلمه دي؟ احسن احسن شرح بيبقى في الضلمه. ما تنسيش الضلمه هي اللي علمت ابوك الدرس يا بنتي. ضلمه؟ طب خليك يا اخويا غرقان في الضلمه لحد ما تغرق وتغرقنا معاك. يا بنتي يا سماح، يا بنتي انت رحت فين؟ الله يخرب بيتك. ايوه يما، انا هو يما، عايزه ايه؟ يا بنتي استني خدي مني الفلوس، لا تسرقي زي النوبه اللي فاتت، الدنيا ضلمه. هات خدي. عدتيهم؟ اه يا حبيبتي. حاضر يما. وادي المبلغ اللي اتفقنا عليه زي السعديه، وزياده 5000 جنيه كمان. الله اكبر الله اكبر، هو ده الكلام. الف مبروك يا ستنا، الف بركه يا رب. مبروك على ايه يا بنت؟ احنا لسه عملنا حاجه؟ ايه ده يعني؟ ايه بقى الكلام ده بقى يا ستي سعديه؟ ما تدقيش على كلامها يا ست هاني، هي يعني بس يا بت مالكيش فيه. لا مؤاخذه يا مدام، انا اصلي راجعت نفسي، مش هقدر ابيع البدروم ده. ايه؟ لا ما عادش ينفع بقى الكلام ده يا ست سعديه، خلاص فات اوانه. فؤاد بيه بعد شال الكراكيب وغير القفل اللي على الباب. ايه اللي بتقوليه ده يا مدام؟ تاخدوا المطرح ازاي وانا لسه ما بعتش؟ لا بعتي يا ست سعديه، والكلمه عند فؤاد بيه عاد، وبقى تفكري ان هو مستني امضتك دي على الورق. هو لو عايز ياخد الحوش بتاعك والبدروم بتاع محروس ده كله هياخده من غير ما يدفع ولا مليم، وهيعملها. لا لا، هي هتمدي واكتب لها هتمدي. يلا بقى يا ستنا، ابوس ايدك ما تضيعناش. يا اخوانا حرام عليكم، الجدع مقطوع ملوش حد وما عندوش مطرح تاني غير الزفت ده. يما ما عادش محتاجه، ما احنا عرفنا اللي فيها بقى ومش هيرجع. ثلاثة بالله العظيم ما هتشوفي وشه تاني. ها يلا يا ست سعدية بقى، ربنا يهديكي. انا ما صدقت النور قطع عشان اقدر اخش لك من غير ما حد يشوفني. يلا لو سمحتي. Thank you.
يا لهوي وحشتينا يا موحى. يخرب بيتك يا حوده، وقعت قلبي. بنتك دي والله يخرب بيتك ما تسيحيش الله. يا موحى هتفضحينا ولا ايه؟ انا برضو اللي هفضحك يا مجنون. طب وربنا يا حوده وربنا، انت معتاد لما اتفرج علينا اهل الحاره كلها. انا جاي لك عشان تهديني يا اسد. وده اصله ايه ده؟ اصله خير ان شاء الله. هدينا يا موحى. اقول لك هديني في الصامت كده وريح نفسك بقى من الوش والفايبريشن. بعينك يا فايبريشن. اليوم مره اقول لك يا حوده انا ماليش في الساعه وبالسلم ده. يا تخبط يا اخويا على الباب وتدخل زي الناس، يا كده بقى يا تشوف لك حته صيني مضروبه تقلب فيها عيشك. استني بس يا حفين الله. يا بنت السوق كله صيني. انت مش عايش ولا يا محمح؟ لا يا حبيبي، الاصلي موجود وكرتونته كمان، بس انت بقى اللي مش قادر على تعمل. وانا شاري وربنا المعبود شاري، بس على التجربه. تجربه ملاشين عمياني يعني. الله، لازم برضه محمح كده ناخد لنا لفه كده حلوه نجرب فيها الشاحن البطاريه. ايدك والفايبريشن. الله، بس بقى يخرب بيتك، قلت لك مش هيحصل يا حوده، مش هيحصل. واللي انت عايزه مني ده انا يا اخويا ما حلتيش غيره، فمش هبيعه بقى تحت بير السلم في الضلمه. ما عطلكش. استني بس. ايه حفل مسنانه يا موحى؟ يا ابني اهمت بقى، هتفضحنا. النور هيجي يا اخويا وعايزه اروح اجيب الدواء لامي. تجيب الدواء لامك؟ انت امك اصلا مش فوق. طب ما ليش طابت؟ ما الشبكه لقطه وعندنا فتره سماح. فتره سماح يا ابو سماح. خد يا ابني. كام ده؟ مرايا يا باميه، مش شايفه الجنيه ولا ايه؟ والنبي يا ابني ما انا شايف، استغفر الله العظيم. مش عارفين نصرف على ايه ولا ايه؟ على الاكل ولا على الشمع ولا على الانابيب؟ ارحمنا يا رب والنبي بقى برحمتك. حرام حرام مين بس يا استوامي؟ محروس. محروس؟ ايوه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك يا محروس يا ابو خطره. شفتي؟ تستغربش انتوا عن هله محروس بالنور ده كله؟ صح ولا ايه؟ وحشتيني والله. وحشتوني وحشتوني يا اولاد اللذينة. ايه الله، ايه النور جه، ايه النور جه، محروس جه. ايه يا اخوانا، تجاركوا ايه؟ وحشتوني يا اولاد اللذينة. حبيبي يا استاذ الاساتذه، انت وفوكاتو الغلابه. طب والله العظيم ثلاثة لسه شايفك وشايف لك حته حلم. ايه مانجا شايفك كده وانت واقف في وسط المحكمه بالروب وعمال تقول يا حضرات المستشارين ان هذا المتهم وبراءه الاطفال في عينيه. يا استاذ غيبوبه، مالك عيان ولا ايه؟ لم لسانك يا جدع، انت لم لسانك. مش عايز اسمع غيبوبه دي تاني، فاهم؟ اسم الأستاذ شعبان أبو جبل يا متخلف. في إيه يا أخوانا؟ في إيه؟ يا مانس اطلع يا ابني، رش لنا شوية مية قدام القهوة. رش مية؟ لا 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 يا أخوانا. إيه الحارة؟ الحارة مالها جرالة إيه؟ حارة زي الفل. ابعد عنها أنت بس، وكفيها شرك أبو خطوة. شر أنا؟ شر انا محروس ابو خطوه شر، ودلوقتي مش عايزيني في وسطكم ليه؟ انا عملت ايه؟ يا اولاد الرزينه، الله افتكرتكم بتتكلموا بجد. كل دي اشتغاله يعني؟ انتوا زعلانين شويه طبعا. ماشي بالعشم، ماشي، عشان انا غبت عليكم والله العظيم غصب عني. ده انا في سجن ما اعلم به الا ربنا، في سجن والله. وانا ما صدقت اول ما افرجوا عني قلت لكم جري. وحشني والله تشتغلوني كده. ده انا ما والله العظيم ما دقت يعني طعم النوم. جاي انا جاي اروح على في يا اخوانا، انا جاي انام على فرشتي عشان انا فرشه مين يا حبيبي؟ ما خلاص اتباعت فرشتك، اتباعت يا ابو خطر، والمطرح اللي كان قويك في وسطينا بح خلاص. يعني ورينا عرض كتافك يا حبيبي. ده احنا بتتكلموا جد بقى؟ ايه الكلام ده؟ انتوا اللي جرالكم فيه ايه؟ قبل سعدية؟ 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 قبل سعدية؟ منال؟
سعدية! سعدية! يا سعدية! يا منال! سعدية! يا بنت الكلب! يا بنت الكلب! يا بنت الكلب! رجع وبينادي عليا، رجع وبينادي عليا ومش عارفه اقول له ايه. ايه دي بس يا ستنا؟ سعدية! يا سعدية حرام عليكي. انا مش هستنى ما يكسر الباب علينا. ما عادش ينفع يا ستنا. اقول له سامحني. سعدية! سامحني يا سعدية! سعدية! ما عادش ينفع يا ستنا. وربنا ما عادش ينفع. يا سعدية حرام عليكي. ولو قلت له انا مات هيكسر الحوش على اللي جابونا. حسرة عليك، حسرة عليك يا محروس، حسرة عليك يا دي الجدع، حسرة عليك وعلى نابك. حسرة عليك وعلى نابك يا محروس. يا سعدية حرام عليك، ده انا اديتك المفتاح وسلمتك الامانه ترميني في الشارع. ما خلصنا بقى يا عم الحاج، انت هتصدعنا. ما قلت لك مش هترد عليك ومحدش طايقك في المنطقه كلها. يلا بقى يا عم هوينا. بامية، فاهمين ايه اللي بيحصل؟ ابوس ايدك. ابوس رجليك انت يا محروس، ما تدخلنيش والنبي وتحشرني في الهم ده. انا هم دلوقتي. يا لهو عليا وعلى اللي جابوني. والنبي يا محروس، انا ست وحدانيه وماليش حد، ابني في المستشفى بيموت، والبنت اللي حلت عايزه اسطرها بطلق الروح. والنبي ترحمني، ارحمني الهي يسترك. المركب اللي تودي. تعالي يا محمود. لا يا حوده حرام عليك، حرام عليك يا حوده، وداك مش هيحصل. ارحمني بقى، مش هيحصل يا حوده، وداك مش هيحصل. ارحمك، ارحمني انت يا بنت. يا بنت انا هتجنن عليك، هاتي بوسه. طب ايه اخر الجنان ده؟ الله يخرب بيتك. هنتجوز يا موحة. والله لا اكتب عليك، اصل انت مش عارفه حاجه يا موحة. احنا خلاص، ابويا هروح عند الباشا وهيقعد هناك على طول، وساب لنا بقى الشقه نلعب نتسلى نقزقز. موحة. طب خلاص يا حوده خلاص. اطلبني من امي الاول، وبعدين لما نتجوز تبقى تعمل اللي انت عايزه. انا موافق يا موحة، هطلبك من امك وكل حاجه هنعملها، بس ادوق الاول. تدوق ايه؟ الله يخرب بيتك يا بنت. هاخد حته صغيره وبعد كده نتكلم في الصبح. حيا بقى. ولا حرام عليكم، حرام عليكم، ده مقدرش ربنا. محروس، محروس باين راجع يا حوده. يا ستي تعالي. محروس مين؟ ما تركزي يا موحة، يغور في 60 داهيه. واحنا مالنا ازاي؟ محروس ده ما هو الناس كلها شاطه فيه تحت، انا لازم اروح اشوف. تعالي هاني هنا. تروحي فين؟ اقول لك على حاجه، هاتي بوسه. اقول لك على حاجه ثانيه، اقول لك على حاجه ثانيه، مش هم بيتخانقوا معاك تحت واحنا هنولع في البيت هنا؟ تعالي. عواطف يا بنت، عواطف افتحي. انا محروسه ابو خطوه. والمصحف الشريف لو اتحركتي خطوه كمان لكون مصوته ولم عليه اهل الحاره. خليه يقطعوه ويرموه في الميدان. ليه يا كسر؟ ليه؟ يا عواطف، يا اخوانا افتحوا. الله، طب انا غبت شويه نعمل ايه؟ ما انتوا فاهمين احنا ناس غلابه على قد حد. اقعد يا محروس. يتنايل محروس يقعد، انصرف ينصرف. عايز اطمن عليك. انا عملت ايه؟ انا عواطف. نعمل وكيل يا ابو عواطف. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب والنبي عشان خاطري افتحي له دقيقه واحده، دقيقه بس نستفهم منه ايه اللي حصل. الله يخليك، الله يكرمك. لا مش هفتح له يا عواطف، عايزانا نفتح له عشان الناس تقول ان احنا مظبطينها معاه. ابو عواطف، انا عملت ايه يا اخوانا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اعوض يا اعوض. ابو غزال بتاع ابو محروس، بس تعبان بصوته مش طالع. انا محروس ابو خطا. ابو غزال، ابو غزال لا لو حياتك ابو غزال ده انت بالذات. والله اموت فيها، اموت وقتي.
واصحى في حموض وهاني. انا عملت لكم ايه؟ عملت لكم ايه؟ عملت لكم ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل يا ابو غزال. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. حسب الله ونعم الوكيل في مصر العظيمة كلها. حسب الله ونعم الوكيل. اللي عند المولى ما بيروحش مش عايز حاجة منها. اللي عند المولى ما بيروحش مش عايز حاجة منها. تعب يا محروس. هايل، برافو عليك يا دودو. الست دي انا لغايه اخر لحظه كنت فاكر انها هتعيش لي في دور الجدع والشهامه وكده، وانها مش هترضى انها تبيع البيت. هي فعلا عاشت شويه، بس على مين؟ انت هتقولي لي، ما انا عارف دي شاطرة قوي في الحاجات دي، وخاصة مع الدجالين. أنا بس عايزة أفهم، إيه لازمة البيعة الخيبانة دي؟ بقى حتة بدروم بتلاتة صاغ تدفع فيه كل المبالغ دي؟ يا ستي، أي فرصة الواحد يزكي عن فلوسه وعن صحته. يزكي؟ ما بلاش أنا يا مولانا. أنت عارف لما نتجوز والله العظيم ما هخليك تدفع الشيلين في اللي بتعمله ده. على فكرة يا دودو، دي مش فلوسي. دي أوامر الباشا الكبير. قبل ما ينزل محروسه اجازته طلب مني اني اسد في وشه كل البيبان، انه ما يعرفش يرجع الحاره، وانه يضطر يرجع لنا مع القصر زي الكلب. مش معقول يا بابا، مش معقول. يعني انت عايز ابواب الحاره تتقفل في وشه، بتنزله اجازه ليه؟ هو اصلا اصلي بصراحه نفسي افدني على الطعميه، فبعته يجيبها لي ويرجع. ده وقت هزار؟ ده وقت هزار يا بابا؟ انت اللي بتهزري، او بمعنى اصح بتستعبطي. محروس لازم يحس ان اهله هم اللي باعوه، واحنا
مش حابسينه عنهم. هموت واعرف انت متمسك بيه ليه؟ مش بقولك بتستعبطي، انت ناسي يا هانم السر اللي معاه. الولد ده لو بعد عندنا اسبوع واحد بس محدش عارف هيرغب ايه ويتكلم مع مين. وطبعا دلوقتي هو مبسوط ومرتاح هنا في القصر صح؟ وحضرتك السيد الحنين مش كده؟ يوه وجه وقعد تحت رجلي وعيط وشحتف وسامحني يا باشا. انا عمري ما هسيبك يا باشا لو ايه؟ ايه؟ وبياكل اختك كمان طعميه في الجنينه. الف هنا يا ست الكل. الله مهروس الله طعميه طعميه. وي مدام طعميه محشيه يعني التقليه يعني الشطه. حلو فازية فازية مهروس، أنا مش كلت مية حلوة زي دي أبدا. لا سعادتك ولا هتلاقيها في بره مصر كله، ده دي بقى سعادتك نفس بامية. لا مهروس نفس بامية دي مش بامية دي طعمية. لا بس أنا نسيت بس أشرح لك، لا بامية دي واحدة ست عندنا نفسها في الطعمية وهي بتعملها ولا نفس الحاجة كنتاكي في الفراخ التشيكية. حلوة حلوة يا مهروس، حلوة حاجة كنتاكي دي، بس أنت لازم خد فلوس طعمية ها، ده مش بكشيش. طب ده بتتكلمي في إيه بس؟ ده حضرتك القرطاس ده كله بجنيه ونص. كوا؟ سي با بوسيبل جنيه ونص؟ منصور جناين يجيب لي واحد قرص طعمية ب 50 جنيه. 50 جنيه؟ يا ابن الحرامية. هو مهروس هو انسو بلايا؟ لا بص حاجة بقى، احنا بنقول ايه بقى في الامور دي؟ بنقول ان بعض الظن اسم، يعني الله اعلم يعني انتوا برضه اكلكم غريب حضرتك، يعني يبقى شبهنا ومش شبهنا، يعني مثلا كشري شعبي وكشري ملوكي، يمكن طعمي ملوكي. يا ابن الحربية احنا جاهزين يا استماك. بس الباشا مش مخليني افرش في التراس، بيقول مصدع ومش عايز دوشه. خلاص فيش مشكله يا بنت خبلم، افرش هنا ملاحظ. انت ابن هلال محروس. شوف ارجوز. ارجوز ايه؟ ارجوز ارجوز ارجوز، احنا هنعمل حفله حلوه جدا عشان زياد. انت عارف ارجوز؟ ما يعرفوش ازاي استهانم، ده اللي زي ده تربيه موالد. صح والله والله كلامها صح صح. ساعتك بقى انا عشان ايه تربيه موالد وكده فتلاقيني شبعان ارجوزات، فانا اتوكل على الله دلوقتي وايه انتوا ارجزوا زي ما انتوا عايزين انا هريح شويه. نوم يا عروس انت مش عارف نام، احنا افرش هنا. ما ينامش ازاي استماجي؟ ده اللي زي ده يسطح على القطر ويشخر كمان. طب انا استاذن بقى حضرتك ايه؟ اخطف العشاء وهدعي لك. وادعي لك انت كمان. السلام عليكم. يلا زياد كنت مية. فرمك قطر يا بعيدة يا ساتر عليك. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله رب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله thank you.
عوض. انا دي لاختك عوض. عوضك بتصلي. طب خليها تخلص بسرعه وتيجي تكلمني. انت عايز ايه من اختي تاني؟ ما تسيبوها في حالها بقى. بس يا عوض في اوز محروس رجع؟ رجع ازاي بس يا عواطف؟ وبعد اللي حصله في الحاره ده هيرجع تاني؟ امال ايه يعني اللي حصل؟ عم غزال لطيف رجعت امبارح البيت لقيته مرمي على الارض وقاطع الدفس. يا صبتي اللي جرالك؟ لا ما تخافيش، ما احنا جبنا له الدكتور هشام والحمد لله فوقه، بس هو بعد ما عرف اللي حصل لمحروس قال ان ده لي عواطف. ماشي انا جاي. ماشي. وانت ما تقفش كده على طول، واحده واحده، مالك في ايه؟ عم غزال اصحى يا عم غزال والنبي، انا جيت اهو. سيبيه عواطف، سيبيه نايم، انا اديته مهدئ عشان يرتاح. يعني هو يرتاح وانا افضل اهري في روحي؟ انا قلت لك ان هو بقى كويس خلاص. بس انا مش كويس، انا عارفه انه طلبني عشان يهزقني ويمسح بكرامتي الارض، وانا بقى مش هستريح غير لما اسمع شتمته بوداني. على فكره احنا كلنا مقدرين موقفك. موقف ايه؟ طب هو وليه عذره؟ كان غايب عن الوعي اما محروس دق بابه، انما انا بقى ماليش عذر. عذرك سمعتك طبعا. وانا بقى لي سمعه عشان اخاف عليها؟ انا لسه عندي كلام يا عواطف، ما يهمنيش بقى ولا سمعه ولا فضايح ولا اي كلام من اللي بيتقال ده. انا عايزك انت. انا لما وزه كلمني وقال لي تعالى لعم غزال جيت مخصوص عشانك. انا هريحك يا دكتور، انا بحبه محروس ومش شايفه في الدنيا دي كلها راجل غيره. الله الله يا عدوي، الله الله، تسلم ايدك يا عدوي. هوريا حبيبتي هبوسة بوسة بوسة هوريا. ايدك ايدك قطعي ايدك. اه البوسة قال ليه كده؟ ليه كده هوريا؟ انت مش عارف انا باشا هوريا باشا. بس على نفسك يا اخويا، انا محدش يلمسني الا حبيبي. حبيبك مين؟ حبيبك مين؟ حبيبك هوريا العدوي. يندبع. هو فين الدك ده يا بنت؟ أنا مش شايف قدامي أي هديك. ها أنا حنتف ريشة وقدامك ريشة ريشة. خد هنا يا ديال اسمك باشي، خد هنا يا ديال اسمك باشي. سلام عليكم. ازيك يا باشي؟ استكل وي محروس. الراجل العدوي الاراجوز، الراجل اللي عامل يعني العدوي اللي راجل في عينك. انا لاحظ. ايه ده؟ ايه ده والنبي؟ ايه ده والنبي صحيح؟ ولا وعد الله انت اللي عامل؟ وانت مفعوص انت تعرفي مولانا العدوي وصلته منين؟ ايه ده؟ مني انا محروس. منك انت؟ وانت استكل تعرفيها منين؟ انت بتحسي لما مؤاخذه في موالد؟ مولد ايه مهروس؟ نو ماما حكت لي حكايه سيدي عدوي وانا صغير في باغي. مونا مين؟ ماما باغي. ايه يا استهانم؟ هو اللي زي ده يعرف باغي؟ فرنسا يا اخوي. تعرف خالتك فرنسا؟ يعني انت ام حضرتك يعني ست الوالده يعني عارفه حكايه سيدنا العدوي وهي في وصل كده لغايه سبحان الله لغايه بلاد الفرنجه؟ وي مهروس وي. سيدي عدوي رجل عظيم. عظيم العظيم ده هو مصنع العظمه والجدعنه، مصنع العظمه. بس يعني انت حضرتك عارفه الحكايه بتاعته كلها؟ طبعا مهروس. يلا يلا اقعد اقعد اتفرج على انا جزء اولى حكايه عدوي. يلا ملاحظ. ملاحظ فين؟ حضرتك الملاحظ سعد. يعني بصي انا قتيل حضرتك، انا النهارده قتيلك عشان تقولي لي بس ايه اللي حصل له عشان انا يعني تعباني قوي الحكايه دي. مهروس انت حب سيدي عدوي قوي كده؟ احبه
ده في دم حضرتك. ده انا ده انا محبوط بيه. ده انا محبوط بيه محبوط. طب انت عارف يعني حكايته؟ انا عارف كل حكايته لحد الحته الاخرانيه لما نتن ابن الهرمة جوز الكلب لما وزع الحشاد الخاين اللي سلمه للباشا الله يكحمهم هم كل البشوات في امه. وي بعدين باشا ابو دالي بعدين اجلده. ايوه ما جلده دي ما في ناس بقى. وانا يعني لما اقول لك بصراحه يعني سمعت مره انه مات بقى لما اتجلد. هيموت وهو يا مؤاخذه ده ظرف ضرفه كده بيكون مكسور جاني. نو محروس نو سيدي عدوي مش ممكن يموت ابدا ابدا. بس كله هو يخلد كلنا هنموت بس يعني يموت موتها كده تليق بمقامه بمقام السيره بتاعته كده يعني مش بجرباج. طب ابوس ايد حضرتك ابوس القدم ان حضرتك تشغليني وتحكي لي بيت الحاجة بتاعته. داكا محروس. ايه احكي. العدوي ده حدوته كبيرة. ما تضحكيش كده في قعدة عيال. ما انت حكيت لي عليها كذا مرة يا شيخ مناع. صحيح؟ والله. لا 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 لا. يالي انت جلس يالي. ما كنت سيبني احكيها برا ومرتين. ده حدوته حلو قوي. لا انا عايزك تحكي لي حكاية الست حورية. الست حورية حبيبة القلب. آه على الست حورية. الست حورية ما كانتش مصدقة إنه مات في سجن الباشا عشان كانت بتسمع بقلبه مش بودانه. سابت البلد وبلد تشيل وبلد تحط لحد ما وصلت المحروسة. وهناك في مولد الست نفيسة حطت أول بذرة لسيدك العدوي. مدد يا عدوي. يعني ايه؟ يعني ولدت يا يوسف اول مولود من صلب العدوي. بنت يا عادل؟ اكيد شبهي صح؟ اقصد شبه فريده يعني تركيبه تيموريه على بعضها كده. لا ما هي مش ممكن تبقى شبه ابوها تبقى مصيبه. لا يا عم ما تقلقش الحمد لله مش شبهي خالص. ما انا عارف انها مش شبهك. اما انت غريب قوي. الله هو انت ابوها يا اخي؟ عادل فريده عامله ايه؟ فريده كويسه يا عم الحمد لله اطمن. ايه يا جنبي عايز اكلمك. You can go right now. Thank you. Hi, Pa. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك يا فريدة بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. أنا بس لسه فايمة البنج وتعبانة شوية. ألف سلامة علشانك يا حبيبتي. بقول لك إيه يا فريدة؟ أنا عاوز أشوف البنت دي بسرعة. أيوه لازم أشوفها. مش عاوز أشوفها بأي طريقة. حاضر يا سيدي. هصورها لك صور كتيرة جدا بالتليفون وأبعتها لك. تصوري لي إيه؟ بقولك عاوز اشوفها يا فريده يعني عاوز احضنها عاوز المسها بايدي. تقوم تقولي لي صور ايه ما اعرفش تعملي ايه. انا عاوز اشوفها وخلاص. اتصرفي. بقولك ايه يا فريده انت تقعدي لك يومين ثلاثه كده في المستشفى عشان تستريحي وتخلصوا اجراءات القيد بتاعتها وشهاده ميلادها وتاخدي اول طياره وتيجي على هنا. يا بابا مش هينفع اسافر ازاي دلوقتي انا لسه والده. ثانيا كمان بنتي لازم ترتاح شويه قبل ما تركب طياره انها ما ينفعش تركب طياره دلوقتي. ثالثا وده الاهم. ثانيا ولا ثالثا جريك ايه يا فريده؟ انا قلت تيجي يعني تيجي. سامعه يعني ايه تيجي؟ ما اعرفش. اتصرفي. فريده قولي لي انت ناويه تسميها ايه؟ سميها نوران. ايوه نوران. لا بلاش نوران بلاش. احنا عاوزين اسم اعظم شويه. شاهيناز يا بابا. حلو شاهيناز. شاهيناز. اشوش بقول لك يا فريده سميها شاهيناز. شاهيناز ايه يا بابا؟ اولا دي بنتي انا مش بنت شاهندة. ثانيا كفايه بقى كده انتوا اتحكمتوا في كل حاجه في حياتي على مزاجكم فلو سمحتوا سيبوا لي حاجه واحده بس على الاقل اسم بنتي. خلاص انت عايزه ايه يعني؟
كنت يا بستأذن حضرتك ان اسميها على اسم ماما الله يرحمها. زينب؟ خلاص اسمها زينب؟ خلصت الاسامي؟ حقها يا شوشو، حقها. دي البنت الوحيده اللي طلعت بيها من الدنيا، ومن حقها انها تختار لها الاسم اللي يعجبها. لا مش من حقها، البنت دي ملكنا كلنا، دمها دم يكن، تبقى ملكنا كلنا. غريبه يا شوشو، يا بنتنا كلنا. دلوقتي البنت دي بقت بنتنا كلنا. مش البنت دي اللي كانت فضيحه كبيره ولازم نتخلص منها قبل ما تكمل؟ وهي كملت. بفضل ذكائك عرفنا نحول الفضيحه لحاجه لمصلحتنا احنا. بس يعني مش لازم تبقى زينب. شوشو، ما تنسيش ان اسم زينب ده كان اسم مراتي الله يرحمها. ولا انت الغضب عماكي وبوظ دماغك؟ انا اسفه يا بابا، ما اقصدش، اسفه. وانا عاوز اسال سؤال، مالك انت من ساعه ما عرفت الخبر وانت بتفركي ومش على بعضك ليه؟ في ايه؟ قلقانه يا بابا، قلقانه على مشاعر ابني زياد. مالك مزقطط وفرحان قوي كده؟ خلاص بتحبها من قبل ما نشوفها بنت محروس؟ ايه ده يا استاذ؟ حضرتك مدرس تاريخ؟ ايوه يا فندم، وكمان معايا دبلومه في التاريخ الاسلامي والفرعوني. اسلامي ولا يهودي؟ مش دي المشكله يا استاذ. امال ايه المشكله يا فندم؟ يا استاذ، يا استاذ احنا في مدرسه لغات. انا لما جبت لحضرتك استثناء من الاداره علشان السن، علشان حضرتك تدرس لغات انجليزي، فرنساوي، الماني. ما هو يا فندم برضو مادة التاريخ مهمة جدا جنب المواد الأخرى اللي ذكرتها سيادتك. الأولاد يتعلموا تاريخ بلدهم علشان. يا أستاذ إحنا مش عايزين تاريخ، إحنا مش محتاجين تاريخ، إحنا عندنا عجز في اللغات الأجنبية. زميلك اللي وصى عليك من الإدارة التعليمية قال إن معاك لغة. أيوة تقدر تعتبر إن أنا معايا اللغة، أنا معايا إنجليزي بس ضعيف شوية، بس من الممكن إن أنا أترجم بعض مقاطع التاريخ باللغة الإنجليزية لكي أسهل للطلاب مسؤولي ال خفيف وترجم للطلاب، يا دي التاريخ. أرجوك يا أستاذ إبراهيم، أرجوك يا أستاذ إبراهيم، أبوس إيديك، أبوس رجلين حضرتك، ما تحرجنيش أكتر من كده. اتفضل يا أستاذ، اتفضل حضرتك، وفرصة سعيدة جدا. يا دي التاريخ، ناقصين احنا عهات على الصبح. الورق يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، الورق عشان احط الشال. حط الشال، الورق خلاص ما عادش مهم. حر؟ قال ايه؟ مش عاوزين مدرس تاريخ، لغة الخواجة أهم. اشرب يا إبراهيم، بكرة تشرب الموت. التاريخ اللي فنيت عمرك فيه بكرة هيدوس عليك. اشرب يا إبراهيم. عمنا ايه يا راجل يا طيب، انت نمت ولا ايه؟ لا يا ابني، انا كنت فعلا نايم يا ابني، النهارده بس صحيت. طب يا سيدي صباح الفل، ايه مش عايز لمعه؟ متشكرين. بقى يا راجل مدرس اول تاريخ يمشي والجزمه بتاعته بتصرخ منه كده؟ انت ايش عرفك ان انا مدرس أول لمادة التاريخ؟ هو مش ده ملف خدمتك ولا إيه؟ ولا أنت شحته؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو أنت بتعرف تقرأ يا ولد؟ بعرف أقرأ يا ابني، أنا خريج بكالوريوس علوم قسم ذرة نووية. خريج علوم وقسم ذرة نووية؟ وإيه اللي رواك على المر يا ابني؟
اما يعني اروح اشتغل عالم ذرات تلاقيه من المريخ ولا ايه يا بيه؟ هات يا بيه هات هات امسح الجزم احسن ما اخدها على دماغي. عندك حق والله يا ابني. مبروك يا حبيبي، الف 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 مبروك. يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب. الحمد لله قوي قوي يا نادية. يا ولاد تعالوا يا ولاد تعالوا تعالوا. في ايه يا ماما؟ خير؟ باركوا لابوكم. على ايه يا بابا والنبي فرحت؟ وافق مديرك الخدمه؟ خدمه ايه يا واد؟ ملعون ابو الحكومه لابو اللي عايز يتعين فيها. ابوكم اتعين في مدرسه لغات كبيره قوي. الله اكبر الله اكبر. بجد الكلام ده يا بابا؟ ايوه هي يعني بعيد شويه عن هنا لكن في جوه مدينه القاهره. يا اخويا بعيده ولا قريبه مش مهم، يعني الحكومه كانت عينتك جنب البيت. شفت بقى يا حبيبي لما سمعت كلامي ومشيت في السكه الصح؟ هي دي السكه الصح يا ناديه، هي دي السكه الصح. طبعا امال ايه، بكره لما تشوف المرتب والفلوس ودروس الخصوصيه ياه ده احنا هنبقى في دنيا تانيه خالص. وانا كمان ممكن انقل فيها يا بابا صح؟ اه ينفع حبيبتي طبعا، بس مش دلوقتي، قدام شويه لما تثبت. والنبي لو اعرف ان ده هيحصل كنت خليتك تطلع معاش مبكر، ولا كنا نستنى العمر ده كله. يا بنتي يا بنتي ارحمي نفسك بقى، بقالك ست شهور مركزه في نفس الحوار وما بتطلعيش باي حاجه. انت عارفه ان هو كلمني اكتر من 5 مرات عشان يقول لي ان هو جاي من امريكا بكره؟ وبينيل ايه بقى في امريكا؟ كان يجيب اخته وبنت اخته من كاليفورنيا ومصمم يشوفني بكره ولازم اروح له المكتب. زوزو ايه يا حبيبه جدو؟ يا زوزو يا حبيبه قلب جدو، انت قمر قمر. ده انت قمر 14 كمان يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. انت مش عارفاني؟ انا جدو، جدو تيمور. ايوه جدو تيمور اللي هيخليكي ملكه على الدنيا دي كلها. بكره تشوفي. يا بختك يا ست زينب. مش بس يا جو اسكت، ما تفصلنيش. انت مش شايف اللحظه اللي انا فيها؟ عمر 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 عيش يا عم تيمي عيش. هي بصراحه البنت تتحب، هي تتحب بس دي تتاكل يا واد جو، تتاكل حاف كمان. يا حبيب جدو يا حبيب جدو يا حبيب جدو. جو بص، فيها شبه مني، واخده مناخيري وودني الشمال صح؟ صح يا جو؟ صح طبعا طبعا، وحتى لو مش شبهك يعني يومين ثلاثة وهتبقى شبهك بالظبط غصب عنها يعني. طبعا 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 يا جو. هو انا عشان اكون فير، لا هي شبهك ولا شبهي ولا حتى شبه عادل طبعا. اه طبعا طبعا، هو البيبهات في السن ده لسه ما بيبقوش باينين قوي، انما انا متاكد لما هتكبر هتبقى شبه. بس هي شبهي ولا يا جو؟ طبعا غصب عنها ما قلنا بقى. يا روح قلبي جدو يا ولاد شبهي شبهي. انت هتصحي؟ اصحي. امال فين البي جوزك؟ جوزي ما عرفش ياخد اجازه، يعني قدامه كده اسبوع لغايه ما يرجع. زينب زينب حبيبتي زينب بابا شوفها بالراحه ما تخدهاش. انا مش فاهمه يعني هو مفيش هاي لمامة زينب؟ مش مهم مش مهم خالص، انا شفتك سنين كتير بابا شوفها. عندك حق يا باجي، مش مهم مامة زينب، المهم زينب خدي. بالراحه احلى واجمل من اي موديل في فرنسا بتاعت امك. امسكي. بسم الله لا اكبر لا اكبر، بسم الله. نو 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 الي مينيون الي ادوراب. بخرتيها فريده؟ بخر في ايه يا مينك؟ هاتي بنتي هاتي البنت بطلي هبل. هاتي ده مش هبل، دي حاجه عظيمه، لازم اعمل كده عشان حسد. ها يا بنتي حسد ايه الجو ده، احنا اهلها. ما احسن مال الا اصحابه، انت ممكن نسدها، انا ممكن نسدها، شاي ممكن نسدها عشان مش عندها بنت حلوه زي. هو فعلا شاي ممكن يحسدها. روحي حبيبتي بخريها وهاتيها على طول. سيبك وحدك. ملاحظ انت فين؟ ملاحظ نو نو، سيب كل حاجه يلا وانزل حالا. ها سيب مطبخ، انزل هات معاك بخور كتير كتير عشان زينب. زينب جت ملاحظ نظر بقى ولا الدراع ولا مهروس ولا علامات جنون برضك تمشي. حر يا غرشوم يا ابن الايوه كده قرص على الله. ما ترجعليش بالعشره كلها، ده تفاصيلها سوي. مهروس زينب بص حلو ازاي. زينب زينب بنت فريده. فريده
خلي سمي محروس لا أكبر. زينب اسمها؟ زينب. زينب؟ شكلها أبو هاشم. محروس؟ ماله محروس يا فري؟ لازم يمشي يا بابا. يمشي؟ ما ينفعش يقعد ولا يوم واحد بعد النهارده في البيت. ايه اللهجة الجديدة بتاعتك دي يا فري؟ وقت تفتكر يعني علشان انا حبيت بنتك وفرحان بيها هتتجرأي عليه؟ بابا انا اسفة، بس انا دفعت ثمن غلطتي 20 مرة ونفذت كل اللي اتفرض عليا. حس بقى بيا وحس بوجع حرام عليك. وايه الوجع اللي انت حاساه في وجود محروس؟ يعني ايه وجع؟ ما انت عارف كويس جدا محروس ابو البنت، واحنا كمان اخدناه منه وكتبناها باسم عادل بدون اي ذنب. انا ما عنديش استعداد ان انا افضل حاسه بالذنب ده طول حياتي. و انا مش فاهم انت بتعمل ايه انت؟ الله، وقت التليفونات ده؟ معلش يا دم، بس بصراحه فريده معاها وما ينفعش محروس ده يفضل قاعد في البيت. البنت شبهه بالظبط، ده اكيد هيعرف رسمي. اسكت اسكت. شبه ايه ويهرش ايه؟ يا ريت ما اتكلمتش معاك، خليك في اللي انت فيه. احسن برضه. يا بابا افهمني عشان خاطري، انا بجد تعبت وما عنديش استعداد ان افضل حاسه بالذنب اللي انا فيه ده. ساعدني المره دي، خليني ارتاح. ما هو انت مش فاهمه، ده في الاخطر من الذنب اللي انت حاساه كمان. ايه اللي اخطر بقى؟ أهل الحارة بتاعت السيدة طردوا محروس علشان عرفوا إنه عندي. لو أنا كمان طردته ممكن أوي يغضب ويهلفط ويكشف سر جوازه منك. مش هيحصل يا بابا، صدقني مش هيحصل. لو كان عايز يتكلم كان يتكلم من وقت ما طردوه. لكن أحلف لك بإيه، محروس مش هينطق بأي كلمة مهما عملت فيه، صدقني يا بابا. هينطق يا نجم، هينطق. فين يا حبيبتي؟ انت لحد دلوقتي بعت له مسجين وما عبركيش. طب ما يمكن في حد قاعد جنبه ومش عارف يرد. دي حجة البليد يا حبيبتي. لو كان عايز يتصل انت بتقولي هيتصل بسرعة. اتفرجي بقى يا حبيبتي وتعليني الشغل. يخرب بيتك. الو؟ ايوه يا سي يوسف. الله على احلى صوت في الحياة. بس انا زعلان منك ادولي على فكرة. كده تحرميني من احلى صوت في الدنيا لمده 6 شهور بحاله. والله يا اخويا انا ما كنت هكلمك تاني ابدا، بس يعني لولا الكلام اللي انت قلته لي المره اللي فاتت اثر فيا، والكلام اللي انت يعني بتبعته لي كل شويه ما كنت اتصلت بيك تاني ابدا. نهله، ما تحاوليش اي مكالمات وما تدخليش حد. انا العفاريت بتتنطط في وشي، مش عايزه اشوف جنس مخلوق، انت فاهمه؟ دخلت ازاي؟ انا قلت محدش يخش. انا اسف جدا يا فندم. يا نهله انت جننتي، انا قلت محدش يخش. الله، انا اسف جدا يعني، بس اصل حضرتك كلفتيني بموضوع. خير؟ الواد المخرج اللي اسمه نادر فاروق، الواد ده ماشي مع بنت بيئه جدا، جات له لوكيشن مرتين وبعت لهم واد من عندي صورهم في ركن غريب كده جنب ورش الديكور. اتفضلي معايا. مين بقى الأخت؟ كل المعلومات عند حضرتك في الولاية. سناء عبد العاطي.
الدرويش. اوعي بقى تقولي انك ما بتشربيش. ما بشربش ايه؟ ويسكي. لا ما بشربش، اصل انا مبطله ويسكي. ماشي. انت عارفه ان انا كنت عارف انك جايه؟ هو انت كده بقى هتزعلني منك ليه بس؟ عشان امهنش عليا الكلمتين اللي قلتهم لك المره اللي فاتت، وجيت عشان اصالحك تقوم تقول لي كده؟ بس انت ما تعرفيش، انا بعرف القطط اللي زيك من عينيهم مش من كلامهم. ازاي يعني؟ المرة اللي فاتت انا قريت في عينيكي كلام مقلوش بقك خالص. اللي هو ايه يعني سعادتك؟ قريت الخربشة والجمال والحلاوة بتاع بنات البلد اللي بيفهموا في الأصول واللي عينيهم مليانة وقلبهم بيدق ومناخيرهم في السماء. طب والنبي يا باشا كفايه كلامك الحلو ده، اصلي انا دخت بصراحه دخت. خف عليا بكلامك الحلو ده. اخف عليكي ايه؟ اخف عليكي ايه في يومنا الازرق ده؟ اخف عليكي ازاي بس؟ خفي انت عليا بقى، افهمي بقى. طيب احنا ممكن نشرب من البتاع ده، هو اكيد بيفوق. اكيد ده فظيع، بيفوق جدا. ده هيظبط لك الدماغ جامد. وبعدين انت شكلك متنشنه. ايه الكاس ده هيخليكي تمام عشان نعرف نتكلم بس. يلا. طب ما انت بتعرف اهو. ايه حلو؟ ها هتتعودي هتتعودي. اشربيه على بق على بق يا بحب. جربي. في صحتك. اه ماشي. ايه دول يا باشا؟ أجرتك يا محروس، بمعنى أدق وأوضح مكافأة نهاية الخدمة. نهاية الخدمة؟ نهاية الخدمة يعني يا باشا؟ يعني؟ ملهاش غير معنى واحد، نهاية الخدمة. شغلك خلص في القصر، الباشا عين واحد غيرك لتدريب الكلاب وخدمته. ماشي ماشي، الحمد لله على كل حاجة، قدر الله ما شاء فعل. طيب الحمد لله. طب بالنسبة أنا أروح فين بقى ساعتك؟ تروح فين يعني؟ أنا مش فاهم حاجة. هو إحنا ملزمين إنك تشتغل معانا في القصر طول عمرك؟ لا يا باشا مش ملزمين ولا حاجة، بس هو يعني الباشا سعادة الباشا كان وعدني إنه يعني إداني وعد، وهو يعني وعد الباشا يعني وعد الأمر الدين وعد الباشا وعد. خلاص خلاص فهمت يا محروس. الوعد الفلوس دي عشان الوعد، الفلوس دي عشان الخدمة، الفلوس دي عشان كل حاجة قالها لك الباشا. والله قول له ايه؟ كل حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة يا محروس. ايه شوية يا راجل؟ ده انا افتكرتك هتشكر الباشا يا راجل انه قدرك وعمل لك قيمة. لحظة بس بس طب خلاص يا باشا خد الله ما شاء فعل. انا بس حضرتك قلت صاحب اشكر باشا، ابص ده خد اشكر باشا. محروس اشكر يا باشا. عيب عليك. محروس اقول له انا متشكر يا باشا. محروس شغلك خلص في القصر، انت قدمت خدمه للباشا خدت ثمنها 10 اضعاف. خد فلوسك وامشي يا محروس بدل ما اتخذ معاك اجراءات مش كويسه.
باشا ساعتها مش فاهمني. انا عايز اقول لك باشا انا متشكر و و و و و ودي فلوس كتير ويعني بعد اذنك يعني انا بس كنت جايب والله كنت جايب حاجه صغيره وعايز يعني عايز عارف بس هيفرح يعني لو انا جبت حاجه صغيره لزينب هانم الصغيره يعني بس والله اقول له متشكر. انا عارف ان مفيش فايده. عاطف سليمان يا باشا ساعتها بس ساعتها مش فاهم. خدوا ركبوه اي عربيه وصلوه لعرب طريق يلا. ثانية واحدة يا رجالة باشا انا بقول لحضرتك قدر الله ما شاء فعل جايب هدية صغيرة حاجة يعني صغيرة الباشا هيموت. قوم يا محمود لما اديها يلا لزينب هانم الصغيرة جايب يلا. حاجة صغيرة يلا لهانم الصغيرة باشا يا بني ادم خد وانشي. ايه يا عم انتوا ماسكين حرامي ايه يا رجالة مش فاهم كده انتوا مش فاهم كده ولا ايه؟ ثواني استنى يا عاطف خد يا ابني الفلوس. الباشا ما بيرميش كلاب وبيرمي حد من رجالته كده. لا لا مؤاخذة بقى الخساسة دي ما تجيش من الباشا. امشي 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 مش من الباشا الخساسة دي امشي. طب هات البطاقة. بطاقة ايه يا مجنون انت؟ البطاقة اللي عملتها لي. يلا يا عاطف يا باشا يا باشا يا باشا. مش انا يا محروس مش انا مش انا اللي طردتك من بيتي. غبائك هو اللي طردك وضيعك. نسيت نفسك سويت راسك براس أسيادك ومفيش عقل في الدنيا يقول إن ملكة زي دي تعيش تحت اسم صعلوك زيك أنت. يا عم عدا واظهر بقى وقول اي كلام اي كلام. مش انت اللي خرجتني من الحاره ورميتني الرميه المنيله دي؟ ايه بتخلع دلوقتي وسايبني في الطل كده؟ يا الله زينه خطفتيني يا بنت فريده في العز اللي كنت فيه ده كله مفيش حاجه خطفت قلبي غير وشك يا بنت انت. وحتى ما لحقتش انقطك ان البطن اللي جابتك ينفت لها بلاد. انما انت حاجه تانية صونها يا رب وحياه حبيبك انا بتصونها يا رب صونها بحنانك وما تطلعهاش زي الوحوش اللي هناك دول. يا عم محروس يا ابو خطوه انت محروس ابو خطوه ده وسبب المصايب لمحروس ابو خطوه ولاي حد من طرف محروس ابو خطوه. بس بقى لحسن الناس هتجيبها مجانين التاير يخلص بقى. عمال تقول لي عدوي ومش عدوي واللي خلقك وخلق العدوي بينادم عليك وانت واقف عمال تجادل في ذات نفسيتك. هتجادل معايا دلوقتي؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. السلام عليكم. البتاع ده طلع جامد جدا. مش قلت لك يا بقى؟ انت عارف انا حاسه ايه يا باشا؟ حاسه ان دماغي طلعت لفوق فوق فوق فوق. عند القلعه. قلعه حلوه القلعه دي بدايه كويسه. حلو انت اللي حلو يا باشا. حلو ومص وعسل كمان. حلو موضوع عسل ده. طب بقول لك ايه يا عسل؟ ما تيجي الله ما تيجي طيب نخش جوه افرجك على العوالم. عوامة ايه بس يا باشا؟ وانا قادرة اتمشى لغاية البحر. بنت بحر ايه؟ دي هنا. هنا فين؟ هنا هنا؟ اه هي هنا عندكم عوامة هنا في المكتب؟ وغواصة كمان. تعالي بس تعالي زبيدة بقى خلاص خدنا منه اللي احنا عايزينه.
يلا حبيبتي. قومي بقى. كانت أصعب لحظة مرت عليا في حياتي. بعد الخطوات اللي بخطيها لحد الأوضة المنيلة دي، وكأني داخل على باب كهنة، وبحاول أجريه لحد ما يحصل المطلوب. ولما دخلنا جوه كنت خلاص في خط الأمل، قلت خلاص أنا كده ضعت. دخلت قفص الوحش وهو لسه بكامل قوته وجنونه. لا فرجيك على كرسي القيادة ده حلو قوي. طيب مش لا. وفجأة وقع مرة واحدة زي برج التجارة العالمي. أخدت نفسي وجريت على المكتب، غسلت الكاسين عشان لو حد شك في حاجة ما يبانش أثر المنوم، وجريت على الكمبيوتر. كنت متخيلة إن هلاقي باسورد يبوظ كل حاجة، بس المفاجأة برضو إني ما لقيتش أي باسورد. وفتحت الكمبيوتر ولقيت جواه كوارث. انت عارفه لو الحيوان ده فاق واكتشف اللي انت عملتيه فيه هيعمل فيكي ايه؟ يا حبيبتي الحيوان ده قال انا اللي فوقته بنفسي من ساعتين بالظبط. نعم؟ ما انتي فاكراني روحت نمت في البيت؟ اكيد لا طبعا. امال عملتي ايه بقى ان شاء الله؟ بصي يا ستي، انا اخدت الغنيمه اللي انا عايزاها ورجعت العوامه المخيفه، مددت جنبه وصحيت الصبح والشمس بتطلع وانا بتمطع وبعيط. قال يعني ما رضيتش باللي حصل وخايفه لا يكون عمل فيا حاجه. يا بنت الجنية، طب فرجيني بقى معاكي ايه؟ سامع يا استاذ؟ الله حاج الله يبارك لك يا عيني استحمى. يلا ملناش نصيب. حد يحب يلمع؟ ورنيش. تلمع يا استاذ؟ ايه يا عم انت؟ ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ انت داخل زريبة؟ انا يا ابني ما بعملش حاجة، انا بسترزق. ايوه بس المربع ده بتاع الواد احمد فرشه. ما هو الاخ احمد فرشه ترك لي هذا المكان باختياره وذهب الى مكان اخر، يعني ايه يقلب رزقه فيه ان شاء الله. ربنا يرزقه. خد يا عم، خد يا عم حاج مالك بصراحه. الحمد لله الحمد لله. فرجت والله، فرجت والله. وشك حلو عليا يا عم. وش حلو، وش بنعكش. الارضيه هنا ب 20 جنيه هتدفع ولا استاذ احمد هيدفعها لك؟ يا ابني احنا لسه ما استفتحناش. كلكم بتقولوا كده في الاول، ولما بتلعب معاكوا بتطلعوا عين ابونا. اقعد يا عم، ما هو يوم باين من اول. انا لما استرزع يا ابني هكرمك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو قال لي الاول الفرشه ولا الفرشه ولا الورنيش؟ يا زينب يا زينب، كل شويه تحط جمارك بقى كده. ايه بقى كم حلم كده وتخش التوجيه؟ محروس محروس. ايه زينب انت عجزتي كده ليه؟ زينب مين بس؟ انا سماح. سماح ولا زينب؟ انا سماح يا محروس، سماح بنت باميه. باميه ولا يا موزة سماح بنت، أنا أصلي ميت هنا ودماغي سايحة في بعضيها. الله الله يعين اللي فيها بقى. لك حق تنسانا يا محروس، لك حق تنسانا وتشيلنا من قلبك بعد اللي حصل. يا بنت اللي تنسانا والكلام ده بقى اللي بيضايقني ده والله، اللي بيقعدوا يقولوا العلامة التافهة دي. مالك تبقى؟ أنت مالك متنقلة بتعيطي كده ليه؟ في إيه اللي جابك كده؟ بلف يا محروس، بلف من امبارح على كل الاولاد والصالحين. كان ربنا يسمع مني وينجدني من اللي انا فيه. وايه؟ وينجدك؟ ينجدك انت بتقولي؟ يعني افهم بقى يعني ايه ينجدك دي؟ صلي بينا على النبي، صلي على النبي. ينجدك من ايه؟ ينجدك من ايه؟ في ايه؟ ينجدك من ايه؟ مالك في ايه؟ نضعت يا محروس. حد ضحك علي وضيعني يا محروس وداس عليا. بس افهم مني، هديك قلم. مفيش حاجه يا بنت ضاعت ولا اي نيل، انا جنبك اهو. اهو مفيش اي حاجه، مش هيحصل لك اي حاجه. افهم بس، هو ده اللي هو الورا فابريشن. طب انت مالك انت من الفابريشن؟ مالك بيه؟ حبيته يا محمود، حبيته وضحك عليا.
انا ما كنتش اعرف انه هيعمل كده. ضحك عليا. ازاي بتحمرت تاني؟ يا بنتي انت كنت قد كده و 100 راجل وامك دي اللي اجدع من ثلاث ارباع الطيوش اللي بره دول. انا بنت يا محروس، بنت مش راجل. مهما شفت وطلبت طولي وسط الخلق برضه انا بنت. كان بتغوني وضحك عليا وانا ما كنتش اعرف. انا حبيته ما كنتش اعرف يا محروس، ما كنتش اعرف. انا كنت مصدقه يا محروس، والله كنت مصدقه. ايوه خليتها يعني ايه؟ خليتها ايه؟ انا حامل يا محروس، انا حامل في شهر ده ومش لاقيه ومش عارفه اعمل ايه. انا مش لاقيه يا محروس. واحد ينكر المصيبه اللي في بطني دي والمصيبه اللي انا شايلها، انا مش عارفه اتصرف ولا اعمل ايه. جني والنبي انا مش عارفه اعمل ايه في المصيبه اللي انا شايلها دي. ماليش فيها انا يا باميه، انا لا بكلم بنتك ولا اعرف عنها اي حاجه. يا ابني حرام عليك، اتقي ربنا. ده اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش ابدا ولا عمره بيشوف الخير ابدا. وبعدين معاكي بقى، هو انت تكلميني تحت وتبوسي رجلي عشان اطلع معاكي لفوق وبعد كده تقلي في ادبك وتطولي لسانك؟ يا ابني بنتي خفيت من امبارح ومش عارفه ايه اللي جاري لها. قول لي بقى انت نعمل ايه؟ وانا مال ام انا يا حاج الله؟ ما تتصرفي. يا حود انا ام وعارفه بنتي كده زي صوابع ايدي. بنتي بقالها شهر قاعده مسهمه ولا بتتكلم ورايحه جايه عليك على المحل وقاعده تكلمك، ومن يومين كانت بتكلمك وبتزعلك في النوبي. شلق بنتك شلق يا باميه وعايزه حرق لسانها. وبعدين بقول لك ايه، واحنا لوحدينا كده ومحدش معانا، هو انتوا تربوا غلط وبعد كده تلزقوها فينا؟ عندك حق، صح يا ابني اللي بتقوله، ما عرفتش اربيها. بس بقول لك ايه، والنبي قول لي يا ابني، يا رب يسترك، لو كان حصل حاجه بينكم انا هتصرف. ايه يا حاجه في ايه؟ هو ايه اللي عملت حاجه معاه؟ انت هتلبسيني تهمه وانا واقف معاكي في البيت؟ الله. بقول لك يا حاجه، ما تنزلي كده تدوري على بنتك وتشوفي مين ضحك عليها وسقطها من حجرك. ده احنا بنشوف بلاوي في التلفزيون ياما. وحياه النبي يا حوضه ورحمه امك، ما تقولي الكلمه دي تاني. طب هي البنت راحت فين؟ طفشت راحت فين؟ انا ما اعرفش طريقها. لا بصي يا حاجه بقى، انت محتاجه كده اربع ايام عشان تفهمي اللي انا بقوله. وانا عندي بيزنس يا حاجه، في ناس تحت عايزاني في شحن فوري وشحن على الهوا، وناس كتيره قوي مصالحها متوقفه على عبد لله. لا مؤاخذه يا ام، السلام عليكم. يا خيبتك يا بني، يا لهوي يا بني على النبي كل جيرانك. حطيتي العيل العيال خدوا منك وراح للي خلقه وخلاص، وحمدتي ربنا على كده. والبنت باظت باظت وطفشت مني ومش عارف اعمل ايه، هعمل ايه؟ يا لهوي يا بني، يخرب بيتك يا بني، يا عصك في عيالك. مش عارف اعمل ايه. ايه ده كده زعل مني؟ انا مش عايزك لسانك ده يتنه جوه حنكك. ماله؟ اخرس خالص. لسانك ده يتلوي جوه حنكك ما يطلعش منه الا لما انا اذن لك واقول لك طلعه وقول ايوه تقول طويله شويه. او ما انا دب بايدي واخد بالك واطلع لسانك اللي عايز يتقطع ده. ها؟ ايه ده؟
مش كده ولا ايه يا رنا؟ والكلام ده الكلام ده للكل، الكلام ده للكل، اي حد في الحته دي يوز شطاره وعايز يفتح حركه ويدلع اي كلام عوج يقول يا محروس انا عايز اقول، ولا اقول له قول اه انا يا محروس لا لا بقول لك ايه، ما حدش هيجي جنب محروس. محروس لا مش هسيبك، انا مش هسيبك. سنبو ايه يا بغل انت كمان؟ اوعى على يلا انت هتستنجى من جوه. استنجى ولا مط ولا سيف، اوعى الا محروس انت فاهم. بخرب بيتك يا وز، الواد هيضيع نفسه يا جدعان. امال ايه بقى حكايه دوله الامن والامان وسياده القانون؟ وسلم لي على البتنجان والقرع البلدي. يا عم وز انت راجل صاحب عيا الله يبارك لك، انت ايه اللي مزعلك؟ مين اللي مزعلك؟ الكلب اللي في ايدي ده ولا الراجل البورصي ده؟ فهمت بس؟ خد يا صامبو، خد يا صامبو، خد لا 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 امسك بقى الاثنين دول شويه. خد تعالى عايز، خد تعالى عايز. بلطجي بقى، بلطجي تاجر سلاح، تاجر مخدرات، تاجر شنطة اللي تحسبوه. وانا عايز اي كلب، اي كلب يتصدر لي دلوقتي يقف قصادي. مش كده ولا ايه يا عبد الشيخ سيد؟ ها؟ مش ده برضو الكلام اللي قالته لك الاخت سلمى؟ انت خسرها فيك والله كلمه الشيخ سيد. ما ترد يا سيد، مش ده الكلام اللي خدته من بوقتها وقالت لك زيع؟ قمت زيع يا محروس، مش ده الكلام اللي انت قلته؟ وبعدين انت هتنكر صوتك ولا ايه؟ انكر انكر مين؟ لا ده انا بجعر يا عم الحاج، ده انا بجعر وبقول انا بلطجي، وانتوا ناس كده بالعمامات العمايم النظيفه دي مالكوش دعوه بقى، مالكوش صالح بالايه؟ بالبلطجيه واولاد الحرام. معاش ولا كان اللي يقولوا عليك ابن حرام، ده انت ابن الحلال الوحيد اللي انا متاكد انه ابن حلال. بعدين يا ابله صعيدي، بعدين هيبقى في وقت للكلام والاخد والرد والعشم والعتاب، عشان انا بس دلوقتي في ايدي ذبيحه عاصيه على السكين. ذبيحه ايه يا محروس؟ ولا انا عشان سكت لك يعني نفس ايدك اكسرها لك؟ اوعى ده راجل مزاجنج، انت عبيط ولا ايه؟ مش كده؟ مش ده راجل مزاجنج؟ والمزاجنج ده احنا مقدره، ده راجل صاحب كيف؟ راجل صاحب كيف؟ وحط له غنيه، راجل صاحب كيف؟ راجل صاحب كيف؟ يوم يعمل ايه المزاجنج ده؟ يوم يمصمص ها؟ فات حتته ليه؟ ليه؟ ما لمستش حد يا محروس، ما لمستش حد. والنبي يا ده والنبي، ده والنبي. مش كده؟ تعالى لي يا محروس. تعالى بقولك ايه؟ لا خليك تحت يا احسن. عدة السمين جاهزة، اصلنا وعلى حامي يا صاحبي. طب يلا عشان عايز اذبحه قدام ابوه. لا يا محروس، ابو شيرك يا محروس، ابويا لا، ابويا لو عرف اللي حصل هيروح فيها. بكره على ظهري كلب. يلا 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 بقى، يلا امشي. تعالى يا صاحبي. بص يا معلم، قوم استهدي بالله بس. يا عم عيب عليك كده. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. يا برضه رجاله وشباب زي بعضينا، يعني معاك سجاير عشان انا مش بدخن، لكن ده انت لو معاك دخن. معلش معلش يا محروس، سامعني وفل كده؟ انت ايه اللي جرالك مالك؟ انا كنت زي اللي ايه اللي خلاك؟ هقول لك انا وزه معاك يا صاحبي. هات اجيب ايه؟
هات اجيب العده. لا هات مأذون. ايه يا عم ده مين ده؟ مين ده؟ يا عم يا جماعه ده المأذون يا محمد. والله العظيم. طب مش لابس البتاع. يا نهار ابيض. اهلا وسهلا. اهلا عريس. خش اتفضل. اتفضل يا شيخ. اتفضل. دخلك بترد وروح قبل ما تكتب بالليل. يا رب يا رب. لا لا يا شافي يا خلاص. اذا كان على الادب هو تقدم بعشرة عشرة والنبي ما تصغروا ده الناس. خلاص خلاص وزه يا العريس وابو العريس واحلى شعار. تمام يا استنى يا حلم كلنا هنخش دلوقتي. اصبر اصبر. البوز خد يا شيخ. يا لك انت طول عمرك نحس وفقر يعني ما تجيش تخبط عليا وتيجي على بابي الا في الليله اللي انا وقعت فيها. يا عم دوس وقعت دي مش عايزين نشوف اليوم اللي تقع فيه ده. خلاص يلا خلاص بقى يلا. ربنا اللي عمل كده عشان اجي لك بزغروط. ايوه عايزين نشوف الرقص بقى. مش انت اللي معلمنا كل الحياه دي؟ بالادب بقى ونقعد ناكل نخش بس نقعد ناكل بالادب. يلا ايوه خش يا عمنا. راح البيت ليله العمر. ايه واللي ماشي احنا جايين اهو. المأذون اللي بنصدمه ده ايه؟ مش لابس البتاع. يا ابويا افرحي وفرحي بيه. دي ليله العمر. ليله العمر. ليله العمر اللي ضيعت عليها عمري مش قادر واخرتها جات لي بفضيحه. ياما حرام عليكي بقى. حرام عليكي والنبي. بس يا بنت بس شش ما ترديش. يلا خشي جوه مع نايل اعملي الشربات. يلا. عيني تعالي يا عروس. جرى ايه يا وليه نكاديليا انت؟ البت مخليله جنبك وشاربه الفقر معاكي. عيل ولعب بدماغها وطبطب عليها في ساعه وجع. ايه ما كناش بنات ولا ما كناش بنات؟ هي بنات الاصول بتعمل كده؟ تفرط في شرفها بالشكل ده؟ غلطت واستحت يا باميه وتفشت من الحته كلها. الله. لكن شريفه بنت اصول واحده غيرها كانت سقطت روحها وكشفت وشها ولا كان جرى حاجه. يلا يلا يا وليه عشان نزوقها. ازوقها؟ ايوه يا اختي تزوقيها. مش عروسها ولا ايه؟ اشمعنى عريسها متزوق ومشلفط وشه كله روش. يلا يلا يا ولية عشان نزوقها. يلا 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 يا نكد انت. يلا. وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. مبروك. الله يبارك. مبروك عريس. مبروك يا عبد العريس حبيبي. ايوه كده هي دي البرجله. مبروك يا عبد الملاك وعقبال العيال كلها فادي وجرجس وديبيانا. مبروك يا شباب وعقبالكم. افرح بقى وسامح. ما والله ما ليها اي معنى ولا ليها طعم. مين اللي سامح يا محروس؟ ده احنا كلنا محقوقين لك وطالبين السماح والرضا. برضي. والله يا عم غزال ده احنا شعب غريب قوي. احنا بندور على الهم بنكاش. ده احنا فرح اخواننا مش ببعزه. ايه افرحوا بقى. طب عليا النعمه من نعمه ربي والكعبه الشريفه لو ما شفتش دلوقتي زي غريب وشعوذه. بعد اذنك يا عم غزال. بعد اذنك يا عم فواز. روح هد مصر القديمه دي كلها على دماغك ولا مؤاخذه. بقول لك يا مهندس. عمر عم شعبان. امال الزغاريد دي بتاعت جواز يعني ولا طهور؟ ومين بالطهر؟ وربنا انت برنس يا عم شعبان. تخش الغيبوبه في خناقه تطلع منها على كاتب كتاب. عايش في السلام البلبلي ومد ظهرك للدنيا على الاخر. دنيا يا فين الدنيا يا مهندس؟ فين الدنيا اللي تتعاش؟ ما خلاص ابعدش دنيا
متابع الدنيا فيسبوك وعالم افتراضي وقنوات بتوقع الناس في بعضها وفوتوشوب دنيا تانية. ركبت التوك توك وشرخت شرخت على مارينا وشرم الشيخ ومش عارف ايه نايتس. خلاص راح الحق بقى باطل والباطل بقى باشا والباشا بقى الباطل عاش والحق في الانعاش. كل مرة أخذت أعضها أكبر مرفض زينب زينب وأنا أزبودو زينب أنتي أنا زينب أنتي أخي محروس 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 نزلت بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة 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 بالراحة. نواص أبو غزال نواص الناس مشيت ولا ايه؟ مشوا ايه؟ مشوا من بدري، احنا الصبح يا محروس. اه انا بقى صح. والبيت عواطف مشيت بقى؟ البيت عواطف فضلت قاعده وعماله تسمع في حكاياتك عن ياكن وبنته والقصر وكل حواديتك وانت وقعت زي الدهول. لا مؤاخذه يا عم غزال بقى، ما انا بعتبره زي بقيتي، وانا لا مؤاخذه كنت يعني مش محتاج تقول اي حاجه يا محروس. انت واخد كام علقه؟ يهدوا جبل المقطم. اه والله أعمل. ايه ده بايدك يا عمنا. يا سلام يا سلام. طب اتفضل اتفضل يا استاذ اتفضل. ربنا يكرمك يا رب. يا سلام الاستاذ استاذ حتى في الشاي المنعنع. يا سلام يا استاذنا. اهو انا بقى كده فقت والدمويه ردت فيا وبقيت 10 على 10 يا محروس. انت مزروع في الارض دي، لو اتقلعت منها تدبل وتموت. غزال الله يبارك لك الله يبارك لك. انا فيها اللي بيكفيني، المصلحه مش ناقصه قوتل انا مؤاخذه. لا ناقصه يا محروس، ناقصه قتيل ياكن اللي انت ما جبتش سيرته. انا مش سيرته. انا في حاجه بخبيها عليك يا عم غزال. كتاب الله المجيد ما يحصل ابدا ابدا. ما فيش اي حاجه حصلت في الـ في الـ في القصر الملعون ده ما تركش عليها. مين زينب دي؟ زينب. انا قلت زينب. انت ما قلتش حاجه غيرها من ساعه ما غرقت في النوم. من ساعه ما غرقت في النوم كنت بخاطر فيها انا وانا بحلم. مين زينب دي؟ اوعى تقول لي السيده زينب والعدوي وهرش الدماغ بتاعك والكرامات. ها اقطع خبرك. لا يا ست مدد يا ام هاشم. ما انا ولا حاجه اقول لك يا عم غزال. انت بس عاد بتشعوزني لا مؤاخذه كده وبتوترني. طب قول لي دين الامان. اديني امان وانا اقول لك. قول. انا هقول لك زينب دي تبقى البت اللي خلفتها فريده بعد ما رجعت لجوزها. وانت مالك ومال بنتها دي كمان؟ والله يا عم غزال انا مش عارف هي البت اللي مالها ومالي. هي اللي عايزه مني ايه؟ هتعوز منك ايه؟ طفلة عمرها كام يوم هتعوز منك ايه يا محروس؟ انا حضرتك يا عم غزال. بس يا عم غزال بالراحة عليا عشان ساعات ببقى عايز اكلمك في سري، وبعدين لا مؤاخذة بتشعوذني كده قول لي عليك الامان الاول. عليك الامان. قول لي عليك الامان. عليك الامان. عليك الزفت. خلاص خلاص خلاص. ما تعصبش نفسك عشان الضغط. بس حاضر. هي البت دي لما بحلم ما فيش مرة اغفل فيها يا عم غزال الا البت دي الاقيها طالعه لي كده، ومش اشوفها وهي نونه كده زي ما شفتها في اللافه، لا ده انا اشوفها كبيره واقفه على رجليها واقفه وسبحان الله بتكلم. سبحانك يا ربي. ما بتقوليش الا كلمه واحده بس. كلمه واحده بس. كلمه ايه دي؟ ما تسيبنيش ما تسيبنيش. اه زي سلمى. سلمى اللي هرشت مخك وجابت لك الكافيه. لا اله الا الله. ايه يا عم غزال اللي جاب سيره الهبابه دي؟ العظيم من كل ذنب عظيم. مالنا دلوقتي ومال ست سلمى دي؟ هو انت ما بتتعلمش يا فالح؟
ما بتتعلمش. سلمى دي عرفت ان انت متدروش وان انت بتاع احلام واوهام، دخلت لك من السكه دي وقالت لك بحلم بيك وبنده لك لغايه ما اديتك اكبر الم في حياتك. لا اله الا الله. صح استاذنا، ولازم كل عبره وكل موعظه تسم بدلنا كده مغزيه فيها. طب هو الشيء، طب هتعوز مني حاجه يا عم غزال دلوقتي؟ عملت ايه؟ ده انا نوجه يا عناي، اخر حوار اتسجل. الله، اصل طبعا. اصل مين؟ كوبي طبعا. لا 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 لا، ايه نوجه؟ ايه؟ تشك فيا ولا ايه؟ يا لهوي، ده انت الشك اتخلع عشانك يا حبيبي. بقول لك ايه يا علاء؟ بقى انا عايشه معاها كل السنين دي وبلعاها بقالي سنه ونص عشان اللحظه اللي انا فيها دي، تيجي انت دلوقتي وتضحك عليا؟ لا انسى. انا العب بيكي او اخضر بيكي؟ ده انت حبيبتي، ده انت، انا لا غيرك. الكلمتين دول تضحك عليهم على حبيبه القلب في عيد الحب، عارفه بتاع الدباديب، انما انا لا يا روحي، الفلاشايه هتفضل معايا الاصل. ماشي ماشي يا نوكا. مش هتاخدني معاك؟ لا، لحد هنا وستوب. التعبان ممكن يدخل بيت الاسد، لكن الغزاله يا سلام بقت زي الفل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يخرب بيتك انت، ايه اللي عملته في الجزمه ده؟ في ايه يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ حد يلمع الجزمه السودا. بورنيش بني، انت ما بتفهمش يا فندم. انا انت حيوان بجم. كان يا برنس في ايه؟ حصل خير؟ خير ايه وزفت ايه؟ حصل ان الحيوان ده هو بوظ لي جزمه، لو قعد 10 سنين يشتغل مش هيجيب ربع ثمنها. والله رخصت يا تاريخ. ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا نوسه؟ لفي كده وريني، لف. ما تكسفنيش بقى والنبي يا ست هانم، الله يستر عليكي. لحسن والكعبه الشريفه، انا حاسه ان ركبي سايبه كده وجسمي بيتنفد ومش عارفه اتلم عليه. لا لا، بقول لك ايه، اللغه كمان لازم تتغير، انت فاهمه؟ اللغة اللي هي يعني قصدك الكلام وكده يعني؟ أيوة الكلام وكده، والعين والحاجب والصوت. يعني ما ينفعش تبقي نجمة كبيرة وتطلعي أول ما تفتحي بقك علمة. أنا ملك إيديك يا ست هانم، اعملي فيا أي حاجة تيجي على بالك، إن شاء الله حتى تشيلي لساني وتحطي مكانه لسان عصفور. طب بقول لك إيه، على سيرة لسان العصفور، أخبار نادر إيه؟ عمل إيه لما عارف؟ يا لهوي يا لهوي، ده هيتجنن، ده ماشي يكلم نفسه في الشارع، ده بيقول للناس ان انا ما اسميش نانسي، دي اسمها سناء كوارع وجايبينها كمان من الحواري، شفتي؟ معلش والله العظيم انتوا نمره، انتوا نمره لا بس حلو، لا حلو، عجبتيني. ما ينفعش يا استاذ، صدقني الاستاذه ما بتقابلش صحفيين في مكتبها. هو انا شكلي صحفي غبي قوي كده؟ ما يعرفش معلومة زي كده؟ يا أستاذ أنا جاي في موضوع خطير ولازم أقابلها حالاً دلوقتي. برضه ما ينفعش. أولاً عشان مفيش معاد. ثانياً الأستاذة معاها ضيفة مهمة جداً. ميرسي يا نحلة. نورتي يا فنانة وألف مبروك. الله يبارك فيكي. يلا باي. باي. الاجتماع انتهى يا أستاذة. ممكن بقى تبلغني هانم إن في حاجات أهم من الفن والفنانين. وباي. يلا. حاضر. علاء الصواف، جريدة الحرية. اوكي. خير يا استاذ علاء؟ اتفضل اقعد. للاسف يا فندم، انا طول عمري اتمنى اقابل حضرتك في الخير طبعا، بس غصب عني. لا بقول لك ايه، انا مزاجي حلو النهارده على غير عادتي، ودي حاجة نادرة جدا ما تحصل. ها؟ مفيش داعي. انا جاي مخصوص سعادتك عشان امنع عن حضرتك العكننة والحمل.
خير من غير فوازير، تفضل. يوسف بيه يا كمال، اخو معاليكي. انت بتقولي ايه؟ اللي انت سمعته ده يا يوسف. وانا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت بتقوليها عشان ما تشوفيش مني رد فعل انت مش قده. والله انا عايز منك الرد الطبيعي يا جو، لان اللي انا سامعه ده اوفر شويه. انت ليه ما تردش عليها بهدوء وانت حاطط رجل على رجلي؟ انت تعرف بنت اسمها دلال؟ دلالتي؟ وانا افتكر مين ولا مين يعني؟ كداب. البنت دي تحديدا انت فاكرها لانها داخله دماغك وكنت سهران معاها اول امبارح. عجبك طريقه الحوار دي يعني؟ لا على فكره ده مش حواري انا، ده حوار متسجل بصوت الهانم اللي وقعتها. نعم يا اختي. ايوه ثانيه واحده اسمع بقى بتقول على حضرتك ايه. اخيرا يا نجلاء، اخيرا وقع الحيوان يوسف يا كان بعد ما طلع عيني. مش ممكن يا علاء، انت بتتكلم بجد؟ يا بنتي هو الكلام ده فيه هزار؟ الست ماضت قرار تعيين باسمي واسمك قدام عينيا. ما تهزرش، ماجيك ميديا اكبر محطه في المجموعه كلها. هنزل انا وانتي الاول اعداد مؤقت كده وبعدين نعمل برنامج على الهواء. واو مش مصدقه نفسي. اخيرا اخيرا ده بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا اولا، انا شخصيتي ما فيهاش اخيرا. عملتها ازاي دي يا ابن اللذينه؟ الهبلة دي كنت متأكد ازاي انها ممكن تجيب لك اخبار حالة سكن دي كلها؟ عشان الهبل هو دايما اللي بيوصل، هو اللي بيوصل يا نجوى. العاقل خوفه بيعجزه، ما يقدرش ابدا يقرب من الاسد، لكن العيل ابو رياله بيقرب ويلعب في شعره ويحط ايديه كمان في بق الاسد. مين البنت دي يا شاهندة؟ دي حتة صحفية جربوعة في جريدة الحرية. حرية؟ عارف الحرية دي معناها ايه يا افندي؟ معناها امين سلطان. مستحيل. المستحيل ان انت وقعت في الفخ ده. ياما حذرتك يا يوسف، تفاصتك دي هتوديك في داهيه. بس يا شاهندة، بس يا شاهندة، وحياة ابوك انا مش ناقصك. انت جبت الحوار ده ازاي يا شاهندة؟ ده شغل يا بابا وانا بهزر. انا عندي عيون في كل جرايد ومحطات مصر. البت دي بقى تحديدا انا متابعاها عشان بتنكش ورانا. واسمها ايه بقى الكلبري؟ سلمى الطحاوي. وحياه ابويا وغلاوتك عندي لا تقل. غبي. تبقى غبي وهتزولها صين. انت ما سمعتش الحوار اللي اتقال؟ البنت كانت بتكلم صاحبتها، واكيد صاحبتها دي قالت لصاحبتها، يعني هيطلع لك مليون شاهد يشاور عليك. ده غير طبعا انها اكيد مسجله له قبل كده، وكل كلامك عند رئيس التحرير. بنتي دي لازم تيجي يا جو، لازم تيجي صحية ومركزة، واحنا هنا بقى نتصرف معاها وهي تحت ايدينا. هيحصل. انا عندي اللي جيبها في اقل من 12 ساعة، ومفيش كلب في البلد دي هيعرف لها طريق. الشقة 40 40 ونص ونص، خلاص جت على نص جنيه. فاتورة الكهرباء اللي دايما مقطوعة 120 جنيه. دروس البنات ينفع كده يا ماما؟ ينفع اروح الكلية بجزمة مقطعة زي دي ورجلي باينه منها من كل حته؟ يا بنتي ما هي المهيه رايحه في داهيه، واللي باقي منها ما ياكلناش عيش حاف. يعني ايه بقى امشي في الشارع زي الشحاتين؟ يرضيكي كده؟ يا ريت يا اختي. هو احنا نطول نبقى شحاتين؟ يا بنتي حسي بيا ولم شويه، ده انت الكبيره. وبعدين انا قلت لك وديها للصرامات ياخدها غرزتين. ما انا وديتها قبل كده يا ماما 3 مرات لغايه لما خلاص اشتكت واتدمرت. معلش يخيطها تاني لحد ما ربنا يحلها. اهو بابا جه اهو. بعد اذنك بقى يا ماما احكي له اللي حصل وانا راضيه بحكمه. يا بنتي قولي له الحمد لله على السلامه الاول. مش مهم السلام، قولي اللي عندك يا بنتي. لا يا بابا يا حبيبي ما تقولش كده، ده انا اهم حاجه في الدنيا دي سلامتك. بس يا بابا ما يرضكش ان انا طول السنه في الكليه اروح بجزمه مقطعه زي دي ورجلي باينه منها في كل حته. يرضيك يا بابا؟ لا طبعا ما يرضنيش. يعني ايه نلبسهم جزم وناخد طوب؟ انا هتصرف يا ناديه، انا هتصرف.
بنت ابراهيم عوده مش هتلبس جزمه زي دي وتروح بيها الجامعه ابدا، وبنات الناس التانيين يلبسوا جزم بالالوفات. افرجها من عندك يا رب، افرجها من عندك بقى، افرجها لي من عندك. لا اله الا الله، افرجها من عندك يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. اوعي كده. طبعا ما انت مش حاسس بحاجه، تيجي كل اول شهر ترمي لي ملاليم، وانا لما اجي اقرص على العيال علشان الدنيا تمشي تيجي انت وتطبطب عليهم، واطلع انا القاسيه اللي ما عنديش قلب. ابراهيم مالك يا ابراهيم؟ حاسه كده من ساعه ما دخلت وانت متغير، فيك حاجه يا اخويا؟ شفتها في حياتي وللأسف ملهاش حل ولا إجابة نموذجية ولا حد يسألها. ملهاش حل، ملهاش حل. بس يا أخويا، بس يا أخويا، بس بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. حسوة في عين اللي ما يصلي على النبي. يا رب احفظ يا رب سون، يا رب احرسه من العيون، يا رب احرسه يا رب. آمين يا رب العالمين. الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. عايز أبخرك، عايز أبخرك يا ولية حمادية. قدام قدام مساء. أهو أنا معاك أهو يا سعدية. أنا معاك، أنا معاك يا محروس. أنا تعبان 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 يا سعدية، تعبان. نفسي أبخرك يا محروس، خايفة عليك، خايفة عليك من القر والشر والعين الرضية. يا سلام عليا، يعني عشان الطقم الزرقاوي الجديد ده لسه جايبه من الشباب الجدعان دول، اللي هو سيد اسماعيل وعبد الرحمن محروس. طقم زرقاوي ايه يا اهبل؟ ايه؟ على الرجوله والمجدعه وطلتك القويه، ده مصر القديمه كلها بتحكي وتتحاكى على اللي عملته امبارح. يا احنا كده المصريين نحب نعمل دايما من حبه وبويا. مصر القديمه دي كلها دي مش قد كده. قولها لي تاني يا محروس، قول لي قول لي، قولها لي تاني. ايه هو في ايه؟ ايه يا بنت؟ قول لي يا محروس، قول لي. عايز اسمعها تملي، ما كنت بتنقل قدامك بقالي 15 سنة. في ايه؟ قول لي بقى انك سامحتني ومش شايل مني. انا بعت البدرون غصب عني، كل ما البت منال بنت الكاتب. يا ستي الله يسترك، انا اعرفك من يوم ولا ابدا. دي عشرة عمر يا سعدية يا اختي حبيبتي يا امي، دي عشرة عمر. وانت قلبك انا عارف زي الخصايه والمصحف الشريف، ولا يعني لو زعلان اجي اقول لك يا سعدية انا في عرضك ساعديني. أساعدك وبس، ده أنا أديك عينيا يا محروس وأمشي عامية لحد ما أموت. قول لي يا أخويا، قول لي فيك إيه؟ قول لي فيك إيه بس؟ صلي بالعمل. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. تعبان دماغي على الطاق، مش نايم بقالي داخل والله في تالت يوم ولا في تالت ليلة. شفت اللي حسبته لقيته؟ انت اتنظرت من اهل الحاره كلهم، وانت تقول لي ابصر ايه وما ادري ايه؟ يا امي انا اللي جاي اشتكي. اسمعي امي، انا اللي بقول لك اسمعي. ده من قبل ما اجي الحاره بقالي يعني مده كده شويه، يعني كبشه ايام ضايع. ها مش عارف انام، مش عارف انام. سبحان الله. اقول لك ايه؟ بنت صغيره. ها بنت صغيره كده نونه، يعني حته لعبه في الـ في الـ في الـ في الـ
شفتها نوبة واحدة نوبة واحدة في القصر ونميها في أي وقت أغفل ما أغفلش قالتها تطلع لي وتطلع لي وتلغيني وتكبر وشها زي البدر ما شاء الله بنت صغيرة في القصر أهو وده يطلع إيه ده يا أخويا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله ليه؟ كنش أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ليه؟ بقول لي صغيرة ولا أطفال أحرام الله اسمع يا محروس أنت مش قلت لي إن الباشا ده أصله تركي؟ تركي تركي يبقى هو ما فيش غيره سحر سفلي والعياذ بالله لا إله إلا الله طب ومين يا سعد اللي هيعمل السحر السفلي والعياذ بالله؟ هو الباشا ذات نفسه أو حد من أهليته عايز يدوخك ابن الدايخة عشان ترجع له مزلول وركع تحت رجليه سعدية يا أختي أنا ماشي من هناك مضروب مضروب بالبولغ بقول لك هو ما فيش غيره وأنا تايهة عن العفريت الشركسي ده بيقول لك بيلزق في الجتة ما يطلعش منها غير لا إله إلا الله طيبة ولازما يا محروس يبعتوا الحري كبيرة صغيرة بقى ما تفرقش بس لازما تكون حرمة ده الأنطاع دول حتى لو اللي بتاع ما أنطاع صحيح طب إيه الحل؟ الحل إيه؟ اسمع يا محروس آه. البيت دي بتكلمك بتقول لك حاجه يعني لما بتيجي الحمد لله قولي كلام يا نائل والله العظيم لبشت اهلي ايوه طبعا لا في عفريتي ولا جو رعب ولا بتاع بتكلمني بصوت بشري زي القمر قمر وصوتها قمر تقول لك ايه تقولي ما تسيبنيش شوف جالك كلامي بتقول لك ايه ما تسيبنيش يعني ارجع لي اقطع دراعي يا محروس ان كان العمل ده مربوط لك من شيخ مشايخ الاناضول انا دول ايوه دي فين ده عايز ده الحل مع امه ايه لما اخسر بص الحل عندي بص انا عندي قرشين حلوين نبيع البدروم بتاعك نبعت نجيب خروفين لسيدك العدوي وتتزفر بيهم انا بقول لك ايه مش نلاقي كل اولياء الله كلهم على عيننا وعلى راسنا ومقدسهم على دماغنا احنا كنا فين ولا احنا اولاد النهارده لا نفع ولا ضرر الا باسم طب ايه هو ايه واحد ايه ده بس يا ايه ده بس ما تعرفش ده لواء ما تقلقش ما تقلقش ولا يكون عندك فكر سبحانك اني كنت من الظالمين ابدا يا عم العدل انا عندي الحل ايه يا سلام انت نسيت سعدية البرنس يا سيدي بس ليش امال احنا جايين لك ليه انا الليله دي بعون الله حفرم لك العفريته الصغيره دي واطلعها من جتتك ما عدتش تشوفها تاني ابدا انت مين يا انت ادو غابل حبيبه خالته انتي حبيبته انتي اللهم صل على النبي صل على النبي من الرحيم على النبي الله اكبر اللهم صل على النبي قبل اسبوع بس يا ولاد ما نعليش صوتنا قوي علشان زي زياد سيطر بقى على اصحابك احنا ما صدقنا خدنا الموافقه كله تمام كله جاهز يا استاذ هانم الحمص والشمع والناموسيه والهون والهون يلا اعمل سمو بقى امال فين فريده فريده ايه يا استاذ هانم دي هبت فيا حته هبه واجي روح خلصوا لعب العيال اللي انتوا بتعملوه دوت وبعدين ابعتوا لي البيت وبقيت العيلة بقى قاعدين ينقروا في بعض جوه ربنا ما يقطع لهم عاد مش مهم خليهم هما ينقروا بعض احنا قبل اسبوع بس يا ولاد حبه سيطره ملاحظ في مشكله خير يا استهانم مين خطي سبع خطات انا خطي ونبي يا استهانم هو انا يعني اللي هيبقى لي حظ في جواز ولا في خلفه مش ينفع ملاحظ مش ينفع انفع وكتاب الله انفع هو انا يعني هكتبها باسمي والنبي يستهنم سيبيني خطي يمكن ربنا يكرمنا ويوعدنا يوعدنا انفع انا خطي سبع خطات بسم الله انت خطي انا خطي ربنا يوعد حد فينا لا اكبر يعني نفك النحس وخلاص اولها بسم الله الاوله بسم الله الثانيه بسم الله الثالثه بسم الله الثالثه راوت محمد ابن عبد الله راوت محمد ابن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكبر او اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اسمع كلام خالته اسمع كلام خالته مش اسمع كلام ماما مش اسمع كلام ماما وانا ونبي اسمع كلام ملاحظ
اسمع بنتك لما راحت. اسمع كلام راحت. مش اسمع، مش اسمع كلام بابا. مش اسمع كلام بابا. اسمع كلام زياد. اسمع كلام زياد. ما تسمعيش كلام شاهد. يا ربي يا ربنا تكبر ويبقى قدنا، يا ربي يا ربنا تكبر ويبقى قدنا، وتعيش مقهورة زينا. يا حرام عليكي يا نهاري، لا قطع ولا نفس ولا كبد ولا طحة وحتى حال. ايه يا معفن انت هو تبيحة دي؟ وقعت الشفا والسلامة بإذن الله. شفا ايه بس؟ شفا ايه بس يا قبلة سعدية؟ يا خرابي، هو كان ناقص زر ده مهلوس لوحده يا قبلة سعدية، ومين صاحب اللي بيصدقت ليه؟ طب ما نشوف دكتور يا ستنا، ده مش حاطط منطق خالص. دكتور ايه يا بنت في عينك؟ دول نصابين كلهم عايزين الحرب. انا عارفة اروح محروس وحافظة دواب. خد يا وزن، روح هات الواد شحتة واي جدع من بره عشان يشيل معاه. يشيل على فين طيب؟ طب يوسف قولي يا نانا مركزة بسرعة. يوسف طف طمني، هي كويسة بتتنفس؟ يا فريدة استني يا فريدة. كويس مش قادرة. طب استني يا دكتور بس ادخل اشوف. ما ينفعش، هي ان شاء الله عايشة مفيش أي مشكلة. عايزة اطمن عليها انا ومها، خليني ادخل لها. انا هخش اعمل فحوصات لازمة وهطمن بعد اذنك. ادي فريدة، انا حسيت نفسها، هي تنفس. انت تخرسي خالص. انا لو انتي حصل لها حاجه هدفنك هنا مكان ما انتي واقفه، انتي والحيوانه دي، عشان الزفت البخور والسبوع لغايه ما خنقتوا البنت قطعت نفس. يا شيخه حرام عليكي. انا عارفه ايه اللي هيرد له روحه ويفوقه زي زمان. يرد له روحه ايه بس يا ابله سعدية؟ يرد له روحه ايه بس؟ يا نهار اسود، مش لو كانت الروح موجوده اصلا. بعد الشر تفهم من بوك يا اخي. هيفوق ويرجع زي الاول ولا ايه يا خاله سعديه؟ انا هروح اقرا له عدية ياسين في السيده، وعلى الفجر بعون الله هتسمعوا صوت محروس بيهز الحاره زي زمان ويصحينا كلنا. محروس محروس. ايه انت بتقولي ايه يا فريده؟ يا بنتي انا مش فاهم منك حاجه. يا بابا انا اصلا مش فاهمه حاجه. اول ما جينا علينا الدنيا ارتبكت، والدكتور دخل بيها على رعايه الاطفال عايزين يعملوا لها تحاليل واشعاعات، وانا مش فاهمه حاجه. طب اهدي يا فريد، اديني حد من الدكاتره اتكلم معاه، اديني الدكتور موريس. دكتور موريس اصلا هو يوسف دخلوا معايا رعايه الاطفال. بابا انا مرعوبه، ميته عليها، خايفه على زينب. فريده فريده يا بنتي، انت رحت فين؟ كلميني يا فريده. الو، بقولك ايه يا بابا، هكلمك بعدين. باي. يوه، ايه اللي حصل بس؟ قالت لك ايه يا بابا؟ ما قالتليش حاجه. البنت تعبانة، البنت في خطر، والكبيرة أمها غبية عمالة تعيط مش قادرة أفهم منها حاجة. طب اهدى، أنت عارفها يعني أعصابها خفيفة، ممكن تكون بتكبر الموضوع شوية. اهدى اهدى. أنت يا سالم يا زفت. أمرك يا باشا. حضروا لي عربية بسرعة عشان توديني المستشفى. عربية؟ أيوه. حاضر يا باشا حاضر. إيه اللي أنت بتقوله ده يا بابا؟ أنت عمرك ما خرجت. هخرج يا شوشو، هخرج أروح لزينب وتص في الدنيا كلها، فاهم يعني ايه هخرج؟ ان شاء الله اروح ماشي، هروح لوحدي، هروح ماشي على الكرسي الملعون ده ده ده.
جيت يا زينب، انا جاي جيت يا بنت، والله العظيم سبت الحاره والناس والدنيا كلها وجيت لك. هي طبعا يعني لوازم الهدوم متوسخه شويه يعني منها، بس انا عارف انك طيبه وبنت حلال. انت مش زيهم، مش زيهم، ولا بيغرك منظر ولا يشغلك مقام. المقامة محفوظة يا استاذ زوزو، انما انت عاوزة القلب، القلب اللي يحضن ويطبطب ويحن. وانا والكعبة شريفة زينب قلب عمران، عمران ونفسي، نفسي اديك اي حاجة والله. انت يا بنت جننتيني كده ليه؟ انت زعلانة زينب؟ انت يا ست زوزو بحسبك محروس، ابو ستيب. زينب الحمد لله، الحمد لله اخيرا، الحمد لله، الحمد لله. تمام. انا وزه يا صاحبي. يا وزه انا فين وزه؟ الحمد لله والله وش السعد انت يا حاج، الله يكرمك، الله يبارك لك. الف حمد لله على سلامتك يا اخويا، وحياة النبي دي بركة سيدي العدوي. الحمد لله على سلامتك، شالله يا سيدنا. دي الحاجة انا جايه، جايبه لك امانه من المنصوره، وبقى لها ساعه بتلف عليك. والنبي انت راجل منصوره وتستاهل كل خير. الله يكرمك، وقفتك معايا دي مش هنساها لك. الله يخليك يا حاج، الله يبارك لك يا رب. لا مؤاخذه يعني، لو ما فيهاش غلاسه تم جميلك وسيبنا حبه لوحدينا. طب حاضر ماشي. طب انا هقوم محروس بقى اجيب لك لقمه بعد العلقه بتاعت ابله سعديه دي. ماشي ايوه هروح. خلاص ماشي، هات قطع عصير للحاج. حاضر، هات لنا، هات لنا كمان مع عصير. حاضر اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا، الله يسلمك، الله يسلمك. حب على ايدك يا استغفر الله. ايه ده، ايه اللي بتعمليه ده؟ بس سعيد الله يخليك، وقف معايا، ما فيش غيرك يطمن قلبي. انا ليك يا حاجه، بس افهم انت مين وعايزه ايه. انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني. اني ام سلمي، سلمي الطهاوي، الصحفيه الكبيره اللي جات لك في الاسم. الو، ايوه يا نجلاء، عارفه مين كلمني؟ يوسف يكن. البيه سكران وقال ايه عايز يشوفني. وهتعملي ايه؟ هروح له طبعا. انت يا بنتي مش اخدتي اللي انت عايزاه تاني يا سلمى؟ لا طبعا، في حاجات عندي في الملف لسه ما كملتش. اسمعي بس، انا عايزه اي حاجه تناسب دلال، اي لبس يناسب دلال. ما معيش غير شال محروس. طب ما تشتري وانتي ماشيه في الطريق. لا طبعا بقول لك ما ينفعش، ما انت عارفه ان انا ساكنه زفت في الصحراء، يعني يا دوبك هاخد العربيه واطلع على المحور. خلاص نجلاء، هي فين العربيه اصلا؟ يوه ما تركزي بقى يا سلمى، بقى بطلي الطيران اللي انت فيه ده. يا نجلاء، يا نجلاء ركزي معايا، اي حاجه، عبايه، بلوزه وجيبه، اي حاجه تليق على دلال. ماشي والنبي بس ما تاخريش عليا. ماشي حبيبتي، اوكي، باي باي. انكمل. انا العفريت. اهي الورقه يا محروس، الحمد لله لقيتها. يا حاج احنا خلاص وصلنا، ترسل الورقه على الورقه والعنوان. استحراز برضك، هيجرى ايه؟ انت عايز ايه؟ مش عايز حاجه، انا هركبك حاجه جميله قوي تليق معايا. انا ممكن انزل واسال لكم الاوروبيه. لا لا لا، عربيه مين بس؟ هي دي عربيه تتسرق بره. هو ده شارع رسلان؟ ايوه هو ان شاء الله، هو ده شارع رسلان. ايه ده؟ ده الشال بتاعي. شال؟ يا سلمى بنتي يا محروس، الحقها يا محروس، الحقها. يا بنتي يا بنتي يا بنتي.
الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور. يا باشا انا عاوز سعادتك تهدى. مالكش دعوه بيا انا. مالكش دعوه بيا انا. خليك في البنت. الله، معناته ايه الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور؟ خلل يا باشا. خلل في منظومه الدم كلها. النخاع بتاع زينب بيطلع كرات دم حمراء معيبه. الكرات دي بتتجمع مع بعضها وبتعمل جلطات خطيره جدا زي اللي حصلت لها دلوقتي. مستحيل. البنت كانت كويسه قوي، ما فيهاش اي حاجه. جالها منين الخلل ده؟ ده حضرتك ما جالهاش بعد الولاده. ده هي اتولدت بيه فعلا، بس طبيعي ما يبانش غير بعد فتره من الولاده. يعني هنفضل نتفرج عليها وهي بتموت قدامنا؟ يا بابا يا بابا لو سمحت خلي الدكتور يفهمنا في ايه دلوقتي. يا دكتور انت خدت فريده من ساعتين، عملت لها تحاليل واشعاعات وحاجات كده، ده ايه علاقته بالموضوع؟ ليه علاقه يعني ولا ايه؟ اكيد طبعا، وهو ده الموضوع اللي انا جاي اكلم حضراتكم فيه دلوقتي. انا عالجت الجلطات وعملت لها نقل دم، بس ده حل مؤقت. زينب محتاجه زرع نخاع ضروري وفي اسرع وقت ممكن. يا ملاحظ فريدة مش ادي زينب دم، انا اديها دمي، انا عملت فيها كده. يا ست هانم ما ينفعش صدقيني، اصل دم حضرتك دم فرنساوي يعني ما مشيش مع البيت. زينب دي مصريه اما عن ام عن جد. بسبب انا انت في الانتهابله، في فرق بين دم مصري دم فرنسي. ايوه طبعا، امال يعني انت فاكره الدنيا سايبه كده؟ اصل الدم الفرنساوي ده ولا مؤاخذه يعني دم صايص كده يطوح في عرق البيت كده ما تحسش بيه، انما الست فريده امها مصريه يعني تلاقي الدم محمل كده وزي الجبس، وهو ده اللي يسد معاه. نو ملاحظ، نو انا دم مصري اكتر من فريده، امشي في دمي كده اكتر من فريده. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هقول لها ايه دي بس يا رب افهمها ازاي؟ انت مش مصدقني ها؟ شوف خطه، انت مش مصدقني، انا خليكي شوف حالا دم مصري ها؟ مش سايز في جبس، دم مصري ها؟ دم مصري. انا اوريكي حالا دم مصري. يا لهوي ليه كده بس يا استهانم ليه كده؟ يعني ايه يا دكتور فريده ما تنفعش؟ زي ما سعادتك شايف التحاليل كلها بتؤكد ان فريده هانم عندها مشاكل خطيره في الكبد، بس لسه ما ظهرتش. الكحول والدراجز عملوا تاثير خطير على الخلايا، وغالبا هو ده السبب في المشكله اللي حصلت لزينب. هما السبب ايه يا دكتور؟ فريده بطلت كل حاجه من ساعه ما عرفت انها حامل. بعد يوسف بيه ما عرفت انها حامل، لكن فتره الحمل الاولى في اول شهرين كانت خدت كميات كبيره، واول شهرين في الحمل هما اخطر فتره في مراحل تكوين الجنين. غبية. أيوة، حتى الحاجة الوحيدة اللي هتفرحني بيها هتضيعها مني. إن شاء الله مفيش حاجة هتضيع يا باشا، الأمل لسه موجود. ليه يا دكتور خالد؟ أنت كل شوية تدينا أمل وتاخده تاني. الأمل في الأب يا يوسف بيه. أب؟ أيوة. الأمل الوحيد قدامنا دلوقتي إن إحنا نطلب من عادل بيه إنه يجي هنا، هنعمل له التحليل اللازمة، وإن شاء الله النتائج هتكون إيجابية. طب ما ينفعش نسفرها لندن كلينيك أو أي حتة بره بدل موضوع التبرع ده يعني؟ يا يوسف في إيه يا ابني؟ ما بتسمعش؟ سمعتين يقول لك ما ينفعش، ما ينفعش. خلاص يا دكتور خالد، خلاص. أنا وهو موجود قدامك، خد الجزء اللي أنت عاوزه، خد النخاع بتاعي كله، وعلى فكرة أنا مش الكوليك ولا باخد أي حاجة. للأسف يعني حضرتك أنا محتاج قرابة من الدرجة الأولى، غير كده بقى يبقى نخش في متاهات زي اللي هتحصل بره مصر. مستحيل. دي مستحيل، عادل بيه ممكن يكون موجود هنا في خلال 14 ساعة بكتير. عادل مش أبوها يا دكتور. عادل مش أبوها. إزاي يا فندم مش أبوها؟ بابا شوف شوف بابا، دم مصري، دم مصري مش سايس. دكتور دكتور إدي زينب دمي أنا ها؟ إديها دمي. يوسف مشيها من قدامي دلوقتي، مشيها من قدامي. تعالي تعالي وامشوا كلكم، مش عاوز اشوف حد، مش عاوز اشوف حد. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده اللي حصل سعادتك. يعني ايه يا ابني اللي حصل؟ الله يخرب بيتك، انت مش مكسوف من نفسك وانت بتتكلم زي الحريم كده؟ يعني واحد هجم عليك وخطفها منك؟ انت عبيط؟ يا باشا ما توجعنيش بقى، انا فيه اللي مكفيني. ما وجعكش ما وجعكش بيد روح امك، ده انا هعلقك. الله يخرب بيتك، وانا ناقصك؟ هجيبه يا باشا حتى لو في بطن امه هجيبه. يا عم تجيبه منين بس؟ الله يخرب بيتك، انت تعرفه منين اصلا؟
هو باشا كلفني برساله بلغها لسعادتك. رساله؟ رساله ايه؟ بيقول لك يا باشا عيب العز اللي انت فيه ده كله وتتطفس على لقمه رماها خدام الكلاب. امضاء محروس ابو خطوه. محروس؟ اتصدم صح؟ محروس انتهبل؟ مش دايما يعني انا ساعات استهبل بس. عبد الشهيد بالراحه محروس. انت مش عارف الناس دي ولا ايه؟ الناس دي اكبر تجار سلاح في الشمال الافريقي تما. يعني مصمصوك كده ويحرقوك قبل ما تفكر ان انت تعمل اي مصيبه معاهم. والله قالت لي المزغوده اللي انت كنت ناوي تخطفها دي قالت لي، بس انا ما صدقتهاش. هتصدقها امتى ان شاء الله؟ لما يبعتوا لك 10 زي كده يمصمصوك ويبعتوا لهم الفارغ، ولا فاكرهم يطلعوا هبل زي ويساعدوك ويمشوا وراك؟ لا انت مش هبل ولا حاجه يا شاهين، انت مش هبل ولا حاجه. انت بعد النهارده بالذات ما تقولش على نفسك هبل ابدا. انت يمكن كنت هبل قبل كده، بس باللي عملته النهارده واللي بتعمله دلوقتي لا. طب قول لي كده، انت دلوقتي انا كنت حاطط يا عم الطبنجه في دماغك ماشي، مش انا بعد كده قلت لك عتقتك لوجه الله؟ ما غدرتش ليه؟ مش بس ما غدرتش، ده انت كمان عايز تعرف حكايتي وشبطت فيا وعايز كمان تساعدني؟ لا ده كبيره قوي دي. ليه؟ انت فاكرها سهله يا محروس؟ تحط الطبنجه على دماغي وبعدين تديني فرصه تانيه للحياه؟ لا يا محروس، انت طوقتني وحطيت طوق حوالين رقبتي، وانا هفضل اساعدك واسيرك. ايه؟ طب خد يا عم ادي الطبنجه. ايه؟ هتغدر اغدر دلوقتي. هتغدر اغدر دلوقتي. مش هغدر يا محروس. أنا معاك وهساعدك. أيوه عشان أنا عارف. ممكن أنا بقى أسألك سؤال؟ اسأل. أنت ما قتلتنيش ليه يا محروس؟ بس أنت عارف الإجابة، وكتاب الله أنا عارف إنك أنت هتسألني السؤال ده، وكتاب الله أنت من جواك في قلبك أنت عارف الإجابة. عشان أنا الحمد لله الحمد لله مكشوف عني الحجاب. أنا مش بصيت جواك وشفت جواك إنك أنت مرمي على الهم اللي أنت فيه ده، معرفش إزاي اترميت على أي نيلة وديتك لده بس عايز تخرج منه. أنا مش قول طب أنا حاطط لك طبنجة ولا أنت صرخت ولا لا، كنت راجل يعني كان ممكن يعني مش هتجري يعني ولا هتعمل أي حاجة يعني. بس أنت ما كنتش عايز تعمل كده. أنت شفت اللي أنا شفته. في نفس الدقيقة أنت شفت اللي أنا شفته. إن ربنا رماني في سكتك عشان تنضف، عشان تخرج من الهم اللي انت فيه. في مولانا عبد المولى الاخضر، مولانا عبد المولى الاخضر ده كان اجرام الدنيا كلها فيه في الاول، وبعد كده ربك رمى في سكته واحد غلبان زي العبد لله كده، وفي يوم وليله بدل حاجه. ليه؟ عشان مولانا عبد المولى الاخضر هو نفسه من جواه كان عايز يبقى كويس ومستني الفرصه. أنا شفت كده صح؟ صح يا محروس. أنت تعبت يا واد وأنت صغير، أنت تعبت واتأذيت وافتروا عليك صح؟ أوه. أنا شفت المصحف شفت كده، افتروا عليك قوي. أنت ما رحتش للإجرام إلا على على علشان الإجرام اللي أنت صح؟ و و و و و و وأبوك مات وأنت صغير مش عارف. إيه؟ طب ما كل الناس أبوها مات. إيه؟ تقوم تتنير على تقتل يا حمار أنت، تقتل. انت تعرفش ان ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا؟ بجد يا محروس؟ بجد يا محروس. انت في واحد وش واد ممكن كده وانت وشك عامل زي العيال اللي في العيد الكبير. هتغدر اغدر دلوقتي. عيب يا محروس، عيب. يبقى انت عايز تبقى كويس، وانا علي النعمه من نعمه ربي على رقبتي لو اديك اول السكه. خلاص ماشي يا محروس. احنا بقى اول السكه ايه؟ احنا ناخد بقى الناس دول ونوديهم المنصوره. المنصوره يا عم مالكش دعوه بقى المنصوره ولا المعجوره، انا بقول لك انت تيجي معايا وهناك مجهز لك حته مفاجاه هتعجبك هتعجبك. انت تسيب لي نفسك اعتبر انك انت هو ده شكل واد مجرم ده شكل واد. وايه الوش ده؟ وش عامل زي العيال وهي فرحانه في العيد رايحه ترجع مراجيح في العيد الكبير ده وش مجرم. اخرب بيتك حتى هتخرج يعني هتخرج من البلاوي اللي انت فيها دي. يلا بينا. تعالي يا شيف، تعالي يا حبيبتي عشان تطمني بنفسك. محروس يا وزه، واد يا وزه.
هما راحوا فين دول؟ راحوا فين ايه يا ابله؟ انت مش قلتي انك سايباهم هنا؟ والنبي يا اختي فوقته بايديا الاثنين دول وسبته مع الواد وز، وقلت اخطف رجلي للسيده اقرا له عديت ياسين. حرام عليكي يا ابله، ده انا ما صدقت انه راجع. ما تقلقيش يا تيفه، هتلاقيه راح هنا ولا هنا. محروس يا محروس، محروس يخرب بيتك يا محروس. ايه يا ابني اللي احنا فيه ده؟ ما تفهمني. المغضوب عليهم ولا الضالين امين، صدق الله العظيم. ايه؟ ايه؟ مش قلت ده مكان كلها غباوه كده؟ مفيش جلال مكان كده؟ ده العدوي، مولانا العدوي. فاهم يا شاهين؟ انا اصلا ما صدقتش الست نجية لما قالت لي ان هو له ضريح هنا. ضريح؟ يعني انت مدرجرنا كل الفتره دي ومشينا في البلد في الحر وفي القرف ده عشان تجيبنا الخربان ده؟ ولا احنا قلنا ايه؟ احنا مش قلنا كده نهدى ونعقل وبلاش السكه القديمه دي وشويه نور؟ سلمني نفسك شويه، قلنا كده ولا ما قلناش كده؟ لازم كله كده دفعشة؟ افهم، انا اساسا ما قبلتش ان انا اجي مع الست نجيه دي اصالحها على بنتها هنا إلا لما قالت لي إنها مرسال هو بعتها ليا. افهم يا سلام، باين عليها عبيط والله العظيم. طب ازاي يا مولانا؟ ازاي جنبك يعني لمؤاخذة هتبقى مدفون هنا وهناك في وقت واحد؟ يعني دي ازاي دي؟ مصيبة لا تكون عدوي تاني في العدو اللي انا اعرفه وبخدمه بعناية. لا هو يا محروس. نعم يا شاهين، عايز ايه؟ تقول ايه؟ ما بين نعمه ما قلت حاجه. طب سمعت حاجه؟ بيتهيألي كده. العدوي بوش واحد ملوش وشين. بقول لك ايه، هتستغلنا يا بتتكلم من بطنك؟ اقسم بالله ما كان انت جايب لنا مكان يا عم، ده ملبوس المكان ده باين عليه. طب يا دي النيل يا ابني، هو انت يعني هو لو ملبوس هبه دي اللي هتشيل الهبابه دي؟ قلنا عشان كده بنقرا القران، بنقف في مكان نديله احترامه. اسكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تخافش يا محروس، الخوف خلاص هرب من دمك، هرب من جواك خلاص يا محروس. الخوف هو اللي يخاف منك ومن قوتك لانه هرب من دمك، والعهد اللي قطعته على نفسك من زمان خلاص انقطع من جذوره وايدك اتحلت منه. عهد؟ عهد ازاي مولانا عرفت ان في عهد كان مطوع عليا يعني؟ ربك هو العالم، لكن يقول ايه؟ يعلم البهايم ويديها عمال على بطال. ونعم بالله مولانا، ولو نحس انه بيهزقنا يعني. هو بيهزقنا فعلا. طب استنى، طب لا مؤاخذة مولانا، هو جنابك يعني شفتني قبل كده؟ وانا بشوف يا ابني عشان اشوفك. النبي عسل يا عم. عسل ايه بس يا جدع؟ اتلم بقى، انت مالكش كبير. اتلم انت يا محروس. الله الله الله، وخلي الجدع يضحك له يومين، ده عمره ما شاف ساعة فرح. ايه ده يا مولانا؟ الملائكة بتيجي تنشد لك هنا ولا ايه؟ يا انت بلاش، ده انت فار صحيح، ده الموبايل. لا الموبايل ما خدتش بالي. ايه ده؟ ده الباشا. باشا مين؟ تيمور يعني؟ يعني انا اعرف 100 باشا مثلا؟ واعرف رقمك من هنا محروس. يا عم ده هو اللي جايب لي العده دي. وسكت كل ده محروس؟ ده ممكن يجيبنا في نص دقيقه محروس. اسمه هات الموبايل. اسمه بس. اقفل يا محروس، اقفل. لا ما تقفلش يا محروس، واسمع ندى الحبيب. حبيب مين يا مولانا؟ ده اسد مسعور، لو عارف مكانك النهارده في نص دقيقة هيبقى هنا وهيولع فينا كلنا. رد يا محروس. الله يخليك، رد. أبوس إيدك، رد رد. اسمع كلامي يا محروس، اقفل. ما تقفلش يا محروس. اسمع ندى الحبيب. اسمع ندى الحبيب يا محروس. النبي يا مولانا خليك في حالك، وأنا أبقى شغال لك النغمة دي كل شوية. اسمع ندى الحبيب واخلص من كابوسك. كابوسي؟ استنى بقى يا عم، استنى استنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محروس؟ ازيك يا ابني؟ انت فين؟
الحمد لله اني لقيتك يا محروس. الحمد لله. يا انا مش عارف كان هيجرى لي ايه لو ما رديتش عليا. لا الف بعد الشر عليك يا باشا. يعني زي ما بقول كده، احنا لبوزة يعني ابنك على كتفك تضيعه وبعد كده تدور عليه. مش بايدي يا ابني، والله ما هو بايدي. ولادي الكلب اللي اسمه ولادي هم اللي طردوك من ورايا وخدوا مني رقم تليفونك. فين علي عبيط؟ وهيودينا كلنا في 60 دقيقة. وإيه اللي مشاك مع العبيط يا ناصر؟ ده حيالله اللي بينك وبينه كوباية شاي. كوباية شاي؟ شوف العفاريت ده عم الحاج، أنت عرفت منين؟ زيادات عفاريت يا ابني. أديك عشرتهم عمر وما استفدتش منهم حاجة. عاشر البني آدمين يمكن تفلح. بقول لك إيه؟ ما تحكش سجارة العفر؟ عفر أكتر من كده إيه؟ اسمع يا شاهين، صاحبك زي ما عرفته من غير مناسبة وحبيته من غير مناسبة، سيبه بيسمع ندى الحبيب. زينب معانا؟ بتموت يا محروس. زينب بتموت. محتاجة حتة نخاع صغيرة تبرع من أي حد، بس مش أي حد. محروس أنت فاكر لما جيت تشتغل عندي وعملت لك تحاليل في القصر عندي وفحوصات؟ ده عشان لو عندي انا حاجه لبوظ يعني ما عنديش الكلاب، فاكر طبعا. والدكاتره كلهم لما شافوا التحاليل بتاعتك قالوا ان هو ده اللي ينفع يتبرع لها بحته النخاع. هو ده اللي ممكن يلحقها من شبح الموت ويرجعها للحياه تاني. محروس ما تخافش يا محروس، صدقني يا ابني ما تخافش من اي حاجه. مش هتأذيك الحكاية دي خالص، هي حقنة صغيرة ومش هتقعد في المستشفى أكتر من يوم واحد. أرجوك يا محروس. محروس اعمل معروف يا محروس الحاني أبوس إيدك يا محروس. أنا قاعد دلوقتي في المستشفى بتاعتي بيني وبين بنت خطوتين، بس مش قادر أعمل لها أي حاجة. أول مرة أحس بضعفي وعجزي وقلة حيلتي. محروس سامعني؟ اوعى تقفل يا محروس. ألو محروس ما تقفلش أرجوك. لا يا محروس بابا. اسمعني أرجوك يا محروس بابا. اسمع ألو بابا. عاوز إيه يا يوسف دلوقتي؟ بابا أنا في موضوع مهم وبقالي ساعة عايز أتكلم معاك. إيه بقى؟ عاوز مني إيه؟ محروس الزفت ماله محروس؟ لحق البنت الصحفية وكان هيقتل شاهين الضبع وبعت لنا رسالة زي الزفت. رسالة؟ رسالة ايه دي؟ هتاني قطع كلامه معايا وقفل السكة في وشي. قفل السكة في وشك؟ وانت كنت بتكلمه دلوقتي؟ اي قولي الرسالة دي بتقول ايه؟ انتوا الرسالة دي بتقول ايه؟ محروس ابو خطوة اللي ساكن عندكم في الحارة. محروس ابو خطوة؟ ايوة طبعا اعرفه. يا عم سيبني دلوقتي وش بكلم الهانم في التليفون. عايزاكي تدوري لي عليه في الحاره كلها في المنطقه كلها وتقولي لي مكانه فورا، انت فاهمه؟ بس حضرتك انا سبت الحاره من ساعه ما حضرتك يعني شغلتيني معاكي يعني وكده. وليه؟ وانا شغلتك انت ولا شغلت الحاره كلها؟ اكيد عندك جوه ناس بيساعدوكي يا سناء. طبعا والمصحف الشريف، بس يعني من ساعه ما المخفى جوزي اتحبس وانا هستهانم يعني. انت لسه هترغي؟ بقول لك ايه، اوعي تصدقي انك نجمه. انا مشغلاكي الشغلانه دي علشان خاطر محروس. يلا